السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، ندرس بإذن الله تعالى ما يتعلق بفقه الصيام، لكن يعني لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ لماذا ندرس فقه الصيام ولا ندرس مثلا فقه الحج؟ لماذا؟ الوقت شهر رمضان الوقت، لأن العبادة لا يمكن أن تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون الصيام صحيح إلا بمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام، ولأن الإنسان قد يقع في شيء من محظورات الصوم أو المفسدات يعني أو مفسدات الصيام، وهو لا يدري أن الصيام باطل. ثم أن الآن الذي يعمل بلا علم، الذي يعمل بلا علم في شرف من؟ يعمل بلا علم في النصارى، والذي يتعلم ولا يعمل في شبه في اليهود غير المطلوب عليه اليهود ولا الطالبين النصارى. إذا هل تريد أن تكون من هؤلاء أو من هؤلاء؟ لا، إذا لا بد أن تتعلم فقه الصيام. هذا سبب اختيار الدورة في فقه الصيام. إن شاء الله يعني هذه الدورة تكون دورة ميسرة سهلة جدا، ونعرف في هذه الدورة منها أشياء معروفة عندنا، لكن نريد أن نتلاقى هذه المسائل. كل واحد منا الحمد لله صوم. ما هو الصيام؟ حكم الصيام هي صيام شهر رمضان. على من يجب الصيام؟ من الذي يجب عليه أن يصوم؟ ما هي مفسدات الصيام أو المفطرات؟ ما هي مستحبات الصوم؟ نريد أن نعرف شيء عن زكاة الفطر، صلاة العيدين، صلاة التراويح، الاعتكاف، صيام النافلة، وصيام الصيام المحرم والصيام المكروه. هذه المسائل إن شاء الله تعالى تلد معنا، مهمة جدا. صحيح؟ نعم، نمر علينا إن شاء الله تعالى ونخلص. أولا، لو قال لك كافر تصوم رمضان؟ تقول نعم. قال ما هو الصيام؟ اشرح لي الصيام. تقول لا أدري ولا أعرف ما هو الصيام. إذا معنى أن شهادة أن الصام شهادة ذو نفس كبير. فما هو الصيام؟ الصيام لغة الإمساك، تمسك عن الطعام، تمسك عن الشراب، تمسك عن الكلام. إن نذرت للرحمن صوم. ولا نريد هذا التعريف اللغة، نريد التعريف الشرعي. الصيام شرعا هو التعبد لله، التعبد لله بترك الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. مرة أخرى، التعبد لله. إذا لا بد في الصيام من نية. لمن؟ تصوم لمن؟ لله. لأنه قد لا يأكل من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ولم ينوي به الصيام، فصيامه فاضل. إذا لا بد من نية. إذا هذا التعريف فيه ركنان صيام، نية وإمساك. إذا الصيام هو التعبد لله بترك الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. من يعيد لي هذا التعريف؟ تعريف شرعي. إخوان، نعم. تعبد لله. أوكي. الله. تعبد لله. التعبد لله.
بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر الفطر من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. من يعلم؟ تعرف؟ التعبد لله. التعبد لله. نعم. بالإمساك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات من طلوع الشمس لا طلوع الصبح طلوع الفجر طلوع الشمس لعلك توصل الساعة السادسة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذن الصيام لابد له من ركنين. من يعرف ركن الصيام؟ النية والإمساك. طيب النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. الآن كل واحد منا إن شاء الله قدرنا يا رب هو من الآن ناوي سيغرم مجرد أن يأتي إعلان هو الشهر وأنتم على إعلان المملكة العربية السعودية ماذا ما عانت المملكة؟ انعقدت النية في القلب صحيح؟ نعم. فلا تحتاج في كل ليلة تستحضر وتجلس تستحضر النية، هي النية موجودة صحيح ولا لا؟ ولا يصح أن تقول اللهم إني نويت صيام هذا العام عام 1434 مبتدئا شهر رمضان من يوم الثلاثاء المعظم التاسع من شهر كذا 2013 في مدينة كبشو على كذا فسره لي وتقبله مني ممسكا في الساعة الثالثة إلى ربع توقيت كبشو مضطرا بإذن الله تعالى على الساعة العاشرة 20 دقيقة فسره لي وتقبله مني يا رب العالمين. يصح؟ لا طبعا ما يصح. هذا تنطع في دين الله وبدعة. طيب ما حكم صيام شهر رمضان؟ الحمد لله أسهل ما يكون. نعم واجب ركن من أركان الإسلام. ما الدليل على فرضية صيام شهر رمضان؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الكتاب والسنة وإجماع الأمة. يعني لا يمكن أن ينكر فرضية صيام شهر رمضان مسلم. الذي ينكر فرضية الصيام أنت وما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا نسأل الله السلامة والعافية. يكفر إلا إذا كان حديث عن الإسلام لا يعلم يعلم إن رجع تركنا وإن أصر هذا هو بأكبر، لأنه كيف ينكر الصيام؟ نعم هناك فرق بين إنكار الصيام وبين ترك الصيام لا يصير. طيب ما الحكمة من الصيام؟ لماذا نصوم شهر رمضان؟ لماذا أو ما الحكمة من فرضية الصيام؟ لماذا نصوم؟ نعم الله يفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما الحكمة؟ قال لعلكم تتقون. لأنك الآن عندما تصوم ما يراك أحد أحيانا عندما تدخل إلى البيت إلا الله، فلا تأكل ولا تشرب ولا تأتي بمفسدات الصيام، تتقي الله تخاف من الله. نعم هذا حكمة من الكتاب. غير ما الحكمة؟ تعود النفس على الصبر. تعود النفس على الصبر، تعود نفسك أن تصبر وجاهد النفس والشيطان عصمه. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابط واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر على ما؟ صبر على طاعة الله بأن يصوم، وصبر على معصية الله يجتنب مفسدات الصيام، وصبر على قتال الله. قدر الله عليكم في هذا البلاد أن تصوم كم ساعة؟ 20 ساعة تقريبا. فهذا أمر كتب الله عليك، ماذا تصنع؟ تصبر ولا بد. طيب هذا الحكمة الثانية. نعم الشعور والإحساس يا أخي المسلم الذي لا يجد قوة يقول هذا الإحساس. والأمة الإسلامية أمة واحدة
تشعر بما عليه الفقير تمر عليه الساعات الطوال ولا تمسك لا طعام ولا شراب. ولهذا تشرع الصدقه في رمضان، وكذلك يجب على الصائم اخراج زكاه الفطر لاقناع الفقير عن السؤال في يوم العيد. نعم فتح الله عليك. هذا الثالث ما يذكر هذا. كذلك ان الان الانسان عندما يصوم فهو يتذكر نعمه الله عليه ليل نهار وهو ياكل ما شاء الله ما لذ وراه، فهو يتذكر نعمه الله سبحانه وتعالى. الخامس ضبط النفس. انت عبد، العبد ليس له الا ان يقول سمعنا وطعنا، لا يسال عما يفعل ولا يسال. هذه العبوديه فيها عزه ويفعل، اما هذا الذي يقول انا حر، كل من يقول انه حر هو في الحقيقه والله عبد للشيطان. صحيح؟ عبد للهوى للشيطان. هذا يقول تقول يا مصطفى يا انا حر، حر تعبد الشيطان، انت محارب لرب العالمين، هذه حريه. والله هذا عبد للشيطان. اطع من؟ اطع الشيطان. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، مهما ارتضيت العزه لغيرك قال اذلنا الله. اذا كفر خمسه اترك الفاعل. احنا نريد نتكلم في جانب الشريعه، الشريعه فوقي. طيب اذا الامور خمسه ما نعيد عليها؟ الحكم والمصيره، التقوى، تهذيب النفس، التعويض على الصبر وعلى الطاعه وعلى المعصيه وعلى اقدار الله، الاحساس بحال الفقراء والتصدق عليهم، التفرغ لعبادة الله وحده لا شريك له. شكر النعم. والرابع انك عبد ليس لك الاعتذار. تقول صيام رمضان تقول اصوم. تصلي الفجر ركعتين تصلي. تصلي الفجر ركعتين الظهر تقول انا عبد. ليس لي اقول سمعا سمعنا وطعنا. طيب. على من يجب الصيام؟ على من؟ من الذي يعلم؟ نعم. واحد ما شاء الله ما شاء الله. على المسلم يجب الصيام، يجب الصيام على المسلم. طيب يا اخوان، اصلا الكافر يؤمر بالصيام او بالصلاه او بالحج او بالزكاه؟ لا، يؤمر بالشهادتين. لماذا تقول اول امر من هذه الامور ما يجب على الصيام تقول من يجب عليه الصيام تقول المسلم؟ لماذا ذكرت الاسلام؟ لان هناك اخوان من يصوم لكنه مشرك، الشرك اقرب صيام ضرب. كيف؟ يصوم ويسب الرب. اي نعم يصوم. طب هذا الصيام فلا شك فيه، يصوم وهو يذبح للجن ولاصحاب القبور ويضرب القبور ويستعيذ بهم، هذا صيام؟ اذا اول شيء لابد ان تفتش عنه حتى يكون الصيام صحيح الاسلام. فما هو؟ اذا يجب الصيام على المسلم. طيب سؤال، رجل يصوم لكن لا يصلي، رجل يصوم لكن لا يصلي، وقال انا باذن الله اصوم. نعم غير مقبول. طيب بعد ما اصوم انا غير مقبول، فهذا يقول له اسمع ما تصلي ايضا لا تصلي، امشي
يعني معناته قد يمشي لا صيام ولا صلاة. فرقة بلا صيام ولا صلاة. لا خبر. الذي لا يصلي ويصوم تخوف بالله. تخوف. تقول اتقي الله. كيف تصلي؟ إذا ما تصلي قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة والإنفاق قد كفر. تريد أن تكون كافر؟ إذا مت ما تصلي عليه ولا تكفر وتدفع مع كافر وتحشر الله السلام العافية مع إبليس وفرعون. هذا الرفقاء في جهنم نسأل الله السلام العافية. ولا لا بد أن تصلي ونحن نساعد وتأتي معنا في اللغة إلى المسجد ونتصل عليك بصلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء وتتابع ليل نهار. وما يمكن أثر من إبليس صحيح؟ أما تقول لا ولا تصوم ولا تصلي وكذا لا ما يصح. تقول له أنت كافر وتحكم على الكفر. من يحكم على أشخاص الكفر؟ العلماء. أنت تخوفه لله. وما يمكن الإنسان مسلم يتم الصوم مفهوم؟ ولا يتم الصيام بلا. نعم. طيب إذن يجب الصيام على المسلم خرج لهذا الكافر إذا لا أرضوا بأن صحة التوحيد قبل دخول الشهر. الثاني الثاني المسلم العاقل المسلم العاقل خرج بهذا المجنون هل يجب الصيام على المجنون؟ لا رفع عنه القلب. طيب سؤال الذي يعرف رفع السؤال العمال الذي تتكلم عنه رفع السؤال هل يجب الصيام على السفر؟ هل يجب الصيام على السكران نعم أم لا؟ لا يعني معنى هذا يقول جزاك الله أنا أشرب خمر وليس علي الصيام في صحيح الصلاة قال أيضا لا صلاة عليك يشرب خمر يقول لا صلاة ولا صيام الحمد لله أراحي يقول يسر لا هذا يشرب خمر نقول له اسمع يجب عليك الصيام ولا تشرب خمر وتصوم صحيح؟ نعم لأن الآن المجنون جن الاختيار لا والسكران إذا المجنون زيادة إذا ما يمكن أن نقول السكران لا صيام عليك نقول تصوم وتصوم الخمر ولا بد طيب البالغ خرج بهذا غير البالغ أي الصغير فهل يجب الصيام على الصغير؟ لا لكن الصغير يخاطب من وجهين يخاطب الصغير من وجهين يخاطب مباشرة الصغير نقول استحب لك أن تصوم ونخاطب وهي الصغير نقول لا بد أن تعود الصغار عاصية من العجب من العجب لو تسأل أي واحد فينا هل رأيت يوم من الأيام والدتك أو أختك أو خالتك أو عمتك أو جدتك مفطرة في نهار رمضان وهي معذورة بالحيض يقول لك حتى الزوج يقول ما أراها تأكل أمامي أبدا لماذا تستحمل لكن هناك من ليس معذور أمام الملك عيانا جهارا يخطئ في نهار الله حتى في الدخان صحيح؟ هذا محال رب العالمين مجاهد بالمعصية المرأة وهي معذورة ما تراها حتى الزوجة يقول ما أرى والله صحيح هذا واقع واقع طيب إذا الإسلام والعقل والبلوغ وقلنا غير البالغ يعول على الصيام وكان السلف رضي الله عنهم يأتون بالصبيان إلى المساجد ويعطوهم شيء من الألعاب حتى ينسوا الطعام والشراب نعم
والولي يعود على فعل الطاعات وترك المنكرات. ما بماذا نعرف أن هذا بالغ؟ كيف نعرف أن هذا بالغ أو غير بالغ؟ ما هي علامات البلوغ؟ كيف نعرف لو هذا قال أنا بالغ أو لا؟ أصوم أو لا أصوم؟ ماذا نصنع؟ علامات البلوغ ثلاثة، هذه عند الذكور وعند البناء. الأول إتمام 15 عام، إذا أتم 15 عام. والثاني الاحتلام. والثالث إنبات الشعر الخشن حول الغبن. هذه ثلاثة أشياء يعرف للبلوغ عند من؟ عند الذكور وعند الإناث. تزيد المرأة أمر رابع وهو الحيض. مفهوم؟ نعم. من يعد لي هذه الأشياء الأربعة؟ الأول 15 سنة، إتمام 15 عام. الثاني إنبات الشعر الخشن حول الغبن والاحتلام عند الذكور وعند الإناث. تزيد المرأة بالحرب. واحد يتسكن تعالى تقوله صح احترم بعد. طيب نعم، أن يكون قادر صحيح، خرج بهذا المريض صحيح، خرج بهذا المريض. هل يجب الصيام على المريض؟ ننظر حسب المرض. الله حسب المرض. ما يضر به إلى صار، فهذا لا صوب. أحيانا يجب عليه الفطر في نهار الله، يجب نقول واجب على طول يجب ولا يتهم. مريض فقد دم، وقال له الطبيب إذا توقفنا عن اكل الشرب صم قد تموت. هذا لو صم فهو امن. طيب الثاني جرح باصبع، جرح باصبع، فتسال لماذا لم تصم؟ قال المريض يصح لا يصح. اذا عطاس، زكام، جرح باصبع، هذا ليس بالمريض. مفهوم؟ اذا المريض ما يضر به إلى صار سكر. نعم سكر. نعم مقيم فتح الله عليك، خرج بهذا المسافر. ما قال مقيم، ما قال خرج بهذا المسافر. هل يجب الصيام على المسافر؟ لا يجب عليه الصيام، لكن الأولى للمسافر أن يصوم إذا لم يصوم عليه. لماذا الأولى للمسافر أن يصوم؟ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن هذا أسهل عن الكلام. الآن عندما تصلي مع التراويح مع الناس تصلي ما شاء، ولو صليت وقت قد لا تصلي أو تصلي ركعتين أو ثلاث ركعات. الصيام مع الناس أسهل، هذا الثالث. الثالث إدراك فضيلة رمضان. الرابع أن قد تؤخر، كنت تعرف أن كان عليك أحيانا قضاء أخر إلى فترة، وقد تمر وقد تقوم وما إلى ذلك. إذا المسافر لا يجب عليه الصيام ويجب عليه القضاء إذا أفضل، لكن الأولى بالمسافر أن يصوم ما لم يصوم عليه. السادس تمييز فتح الله عليك. الله يبارك فيك. الخلوه من الحيض والنفاس، امرأة مسلمة عاقلة بالغة صحيحة مقيمة، نزل عليها دم الحيض والنفاس يحرم في حقها الصيام. نعم هذه الأمور ستة، من يعيد عليها؟ الستة كاملة. يا مسلم المسلم العاقل البالغ القادر الصحيح المقيم والقلوب من الحيض والنفاس. من يعيد على الستة؟ نعم المسلم مسلم عاقل عاقل بالغ بالغ صحيح صحيح القلوب من الحيض والنفاس مقيم القلوب من الحيض والنفاس مسلم بالغ بالغ
صحيح. نعم صحيح. صحيح. حيث النفاس خلق من حيث النفاس المقيم. مقيم راحت كذا. نعم ان شاء الله. هذا مسلم. مسلم. مقيم. عاقل. بالغ. صحيح. مقيم. خارج من حيث النفاس. من يعيدها؟ بسم الله. مسلم. بالغ. عاقل. مقيم. صحيح. خالد بن حضر. الحمد لله. لا تنقص. لا كلمة واحدة ونمشي. ناخذ نصف ساعة أو شيء من هذا. طيب، من يعرف مفسدات الصوت؟ المفطرات. من يعرف؟ البقية ما يصوم؟ ما تعرفه قلب تأتي للمفسد وتغير الصيام الفاضل. صحيح ولا لا؟ صحيح. ما هي مفسدات الصيام؟ من يعرف مفسدات الصيام؟ بقي نفسه الصوم. ما هي مفسدات؟ أسرع لا أسرع أنا أسرع أنا أسرع. من يعرف مفسدات الصيام أخوانا بقي ما تعرف؟ أنا أسرع. نعم الأول فتح واعي. يقول أول مفسد الردة عن الإسلام، لأن الردة مبطل كل الأعمال، وهذا أخطر من يكون في الصيام. كيف؟ سب الله، سب الدين، سب النبي صلى الله عليه وسلم، يسد الصام، يضرب على القبور، يرتدي كذا. الآن الناس انقسموا في استعداد الى رمضان الى قسم. قسم يستعد للطاعه والنشاط والاجتهاد ودراسه كتب الصيام، وقسم من سنين يجهز لك تمثيليات كفريه حتى تكفر كفر اكبر من هذا الله، وهو صيام باطل. صدق الله صحيح؟ بالله ثوبه واحد يمثل امه؟ كيف يمثل ام المؤمنين؟ رجل يمثل دور ابليس وابو جهل، فهذا ابو جهل يسب الرب. يا رجل يسب الرب، يحلف بالله وبالعزى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو في الدين. ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد، منها الرده، فهو يجعلك تتفرج على هذه التمثيليات الكفريه حتى تفرق كفر أكبر. كيف؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يقول في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أي نعم. أنت لا ممكن تتفرج على كفر وتسكت. سب الرب وسب النبي صلى الله عليه وسلم يحمد بالله بعزه يسب الصنم. وقال التمثيليات الإسلامية برامج إسلامية. نعم كفرية أكبر يا أخواني. أول ما بدأوا مثلوا من أيمن، ثم بعد الصحابة صغار الصحابة، ثم كبار الصحابة، ثم بعد الأنبياء، ثم كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم مثلوا من آدم، ثم مثل رب العزة والله. الله نبقى فرق الآن نشوف. صار قضية. ما أسمع. ما أسمع. حد في الحال ما يمكن تتفرج هذه الأشياء. تتفرج على كفر ممكن؟ لا. التمثيليات التي فيها فسق وفجور وغنى وكذا هذه كمان ما عندها إشكال فيها، لكن الإشكال في هذه تكبر. إذا أهم ناقل ذكر الشيخ الردة مبطلة كل الأعمال. هذا أهم ناقض عندنا، رد مبطل كل الأعمال. نعم أسامة الأكل والشرب
بدون قيد عمدا في نظر عمدا لو أكل وشرب نازل صيام صحيح في الفرض أو في النذر في الفرض أو في النذر طيب شرب ماء في نهار رمضان أفضل أم لا؟ ما أحد يتكلم متعمد أفضل شرب سم في نهار رمضان مطعم واشرب سم سم أفضل متعمد نعم أفضل وكفر إذا أعرف المهم شيء سم بنزين بنزين يا كلما فتح الله على الأول السؤال ولا السؤال شيء أول أكل بلاستيك على بلاستيك أكل تاع بلاستيك كل ما دخل في الدور أفضل تمام السؤال الجديد إذا أكل بلاستيك أكل خنزير هذا يكون معك في الوصيام مجنون لا لا هو مجنون هو يأكل بلاستيك نعم ما أفضل طيب وضع قطرة قطرة في عين قطرة في عين يا أخوة هذا يعني لا جوف ولا معدة أفضل وجد أثر هذه القطرة والمرارة في حلقه أفضل أم لا عندما وضع القطرة وضع وجد المرارة في حلقه لم يفضل لأنك لا تسمع إنسان يا اشرب من عينك يضع عندما يشرب يضع الماء في عينك سهل هذا الذي يقول أفضل ما نعرف من أين يشرب الإنسان نعم ما نعرف قطرة في العين تفضل لا الحمد لله طيب تعلم الله الله يبارك فيك الله يبارك فيك قطرة في العين ما تفضل طيب ابرة من أجل تسكين الألم قل فريد لا طعام لا شراب لم يخطئ تمام مغذي سيروم أفضل لأنها تقوم مقام الطعام والشراب تمام طيب الله تعالى إذا الطعام والشراب وما جرى مجرى الطعام والشراب بنزين خمر خنزير بلاستيك الإبر إذا كانت تقوم مقام الطعام والشراب مفضلة وإلا ما لا يفضل قبل في العين غير مفضل فتح الله عليك اجلس من يعرف ايه مفسد مفسدات السيارة علم الجماعة نعم الجماعة الجماعة نعم طيب في هذا نعم وأيضا السنة لكن لو احترم ربنا صيام صحيح طيب غير من الفقراء قال الردة مطلق كل الأعمال والأكل والشرب العمدة والجماع والاستمناء نعم قول الزور قول الزور قول الزور لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لنا حاجة أن ندع طعام وشراب الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا هل هذا من فطرات؟ قال لو كان هذا من فطرات لم يبقى لنا صيام. الوقت عند الناس في رمضان خاصة. إمام المسجد أطاع والتراويح فيها كذا والمسجد فيه كذا وجماعة المسجد وكلام لو كان هذا من فطرات لم يبقى لنا صيام. يقول الإمام أحمد هذا يعني هذا يقول الإمام أحمد من ورعه ولو ما يسمع هذا لكن الناس اليوم يسمعوا هذا صح ولا كثير جدا في رمضان كلام الدنيا والغيبة والنميمة ومشاهدة الزور والعمل به طبعا مشاهدة الفاز قنوات وما شحن الراحة في رمضان إذا هذا ليس من فطرات
لكن هذا مو قسم السياق. إذا الردة والأكل والشرب عنده والجماع والاستمناء غير من الفطرات. أفطر الحاجم والمحجوم. الحجامة إذا احتاج المصاعي أفطر غير فطرات مثل الخي عنده ألخل إسبع في فيه واستقاء عمد التعمل إلى أفضل خرج من هذا يا أتكلم أنا أو تتكلم من؟ الحجامة أنا ما أسمع شيء إلا بعد النار. من يتكلم؟ أنت ولا؟ ما أنت أكيد أول إذا أنا أتكلم أول نعم آخر شيء لكما ما هو آخر شيء لكما بعد الحجاب لأنك ما تدر هذا غير عمدة لو ألقى تسرع فيه واستقاء أخطأ خرج بهذا ما لو مر في الطريق مثلا ورا شيء وخرج ما في بطنه فهذا صيام صحيح طيب غير من المفطرات نزول دم الحيض والنفاس نزول دم الحيض والنفاس كذلك الأخير قطع النية نوى الفطر في نهار رمضان أفطر وإن لم يفطر هذا ما أفطر مفهوم؟ طيب من يعيد لهذه المفطرات؟ سبعة ذهاب العقل بعد المغرب ذهاب العقل إن شاء الله الآن تخلي العقل بعد من يذكر المفطرات أخوان معنى الشر؟ لكن سمعت الردة الردة الله تعالى مبطل كل الأعمال وهذا أهم ناقض نعم الثاني نعم الثانية الجماع الأكل والشرب عنده الجماع والاستمناء الحيض والنفاس ولا نزل من الحيض والنفاس الغي عمدا الحجامة قطع النية فتح الله عليك من يعيدها نعم استنشاق البخور عنده أسمع أنا أسمع عنده بعد الفرق من يعيد لي هذا النواقض؟ كيف تسمع بسم الله الردة الردة صلى الله عليه وسلم عنه مربطة كل عنه الأكل والشرب الأكل والشرب عنه الجماع والاستمناء الجماع والاستمناء والقيء عنده والقيء عنده والنزول الحجامة والنزول دم الحيض والنفاس وانقطاع النية وقطع النية نعم قطار السجن نعم الأول الردة الثاني الأكل والشرب وما جرى غير الأكل والشرب وما يقوم مقام الطعام والشراب غير مغذي حجامة الحيض والنزول دم الحيض والنفاس الجماع الاستمناء خاف عني الله تعالى تعالى شرب الأول ما في ضرب كل الأعمال الأكل والشرب عمل نزول دم الحيض والنفاس نواقض عن نية الجماع الاستمناء الحجام القيء عند الذكر فتح الله عليك هذا العلم اضبطه بعدين أي ناقض غير هذه الناقض ليس بنا التضيق في نهار رمضان أي ناقض تضبط العين غير ناقض بهذا تضبط العين غير هذا الابتسام غير ناقض السباحه غير ناقض الصيام مفهوم؟ قلت هذا اجبني عن كل الاسئله الحمد لله طيب من يعيد بالدرس كاملا نعم بسم الله اول ما اخذنا في هذا الدرس لماذا ندرس فقه السياق قلنا لأننا لا يمكن أن نعلم أي عمل إلا ونتعلم أحكام هذا العمل بما ورد في الكتاب والسنة عرفنا السياق وقلنا لا بد في السياق لركنين ما هو النية والإمساك من يعرف لي السياق
تعرف الصيام الفرض؟ لو كافر يسأل يقول أنت صائم تقول نعم، قال ما هو الصيام؟ تقول ما أعرف، قال روح تعلم، تعلم دينك فوق، فتح الله عليك. التعبد لله نية للإنسان عن الطعام والشراب والسلام والفقرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. طيب على من يجب الصيام؟ مسلم، بالغ، عابد، صحيح، مقيم، كل من احنا نقول. طيب مستجاب الصيام الردة الأكل والشرب، أكل والشرب عمدا، أكل والشرب عمدا، الجماع والاستمناء، الجماع والاستمناء، القيء عمدا، قيء عمدا، نزول دم الحيوان، نزول دم الحيوان، قطع النية، قطع النية، والحجامة. طيب الآن تكتب هذه الأشياء تقطعها لرأس صلاة السلام. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ ماذا؟ نعم. لماذا نتعلم الصيام؟ لماذا اخترنا أن تكون هذه الدورة في الصيام؟ لأن الصيام لا يمكن أن يطبق إلا بمعرفة أحكام هذا الأمر وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. طيب ما حكم صيام شهر رمضان؟ حكم صيام شهر رمضان مستحب، واجب، مكروه، محرم، جائز. نعم واجب واجب. ما الدليل على وجوب صيام شهر رمضان؟ الكتاب والسنة وإجماع الأمة. لا يمكن أن يخالف أحد في فرضية صيام شهر رمضان، والذي ينكر صيام شهر رمضان أنكر ما هو معلوم الذي بصره، مثل أنكر وجوب الصلاة الخمس، تحريم الربا، تحريم الزنا. فهذا إن كان أدلة عن الإسلام تعلم، فإن رجع وكافر وإن أصر وكافر. طيب ما الحكمة من الصيام؟ ما الفائدة وما الحكمة من الصيام؟ أي صيام شهر رمضان؟ التقوى. التقوى لعلكم تتقون، لأن الآن الصيام تعلم التقوى، تتقي الله وما أحدث ولا تأكل ولا تشرب. طيب غيره عباده الصبر. نعم تعلم الصبر، صبر على الطاعة بأن تصوم، وعلى المعصية المحرمات، وعلى أقدار الله قدر الله عليك هنا أن تصوم 20 ساعة مثلا تصبر. صح غيره. نعم تشعر بحالة فقير ساعات تمر عليه ولا يجد شيء، وكذلك تعرف قيمة النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك، أحيانا ما تمر ساعة إلا أنت تأكل وتشرب. نعم وغيره. أنك عبد، تعلم أنك عبد، والعبد ليس له إلا السمع والطاعة والتسليم. ما تقول لماذا نصوم رمضان ولا نصوم محرم؟ نعم. طيب على من يجب الصيام؟ المسلم خرج لهذا الكافر، وقلنا هذا أهم ما يكون، لا بد أن تتعلم التوحيد وتبرأ من الشرك، ولا يكون عندك شيء قد يدخل في الصيام ويجعل البالغ والبلوغ، والعقل، النية، والمبدأ، والصحة، والإقامة، والخلوة من حيض النفس. طيب هل يصح صيام كافر؟ نعم لا الذي يقنعه؟ لا. إذا كان يصوم ضرر ويصوم صيام باطل، يصوم ولا يصلي صيام باطل، فهل معنى هذا يقول له اذهب ولا تصلي ولا تصوم؟ لا، تعال لابد ان تصوم وتصلي، ونحن نتعاون سويا ونجتمع على طاعتنا. طيب هل يصح صيام المجنون؟ لا يصح. لا يصح.
هل يصح صيام السكران؟ واجب عليه الصيام. نقول يجب عليه الصيام، نقول لا تسكر وتصوم. نعم، لأن المجنون هذا اختياري، لكن هذا غير اختياري. هل حرام؟ ما ممكن تكون حرام، هذه حقارة. نعم، الحرام في أن تذهب العقل، والحرام أن تكون في سلوان. موجود اليوم هنا حضارة اليوم في أن تذهب العقل وتأكل الخبائث الزين وأن تكون في السلوان. كيف؟ يقول ثم يضع السلوان، قال استجمام واستجمام، هذه حرام صحيح؟ اليوم طلبة هذه الحرام، والحرام اتركها ما طيب. هل يصح صيام الصغير؟ هل يجب الصيام على الصغير؟ لا يجب الصيام على الصغير، لكن يستحب له الصيام، ويجب على ولي الصغير تعويل الصغير على الصيام. ونحن نعرف ان الان اباء صلى الله عليه وسلم كانوا يعودون على الصيام، كيف؟ يقول لابد ان تصوم، فيصوم ما يتعب الا ظهر، صغير تقول له اسمع ايها وكل واقع، ويتعود في اليوم الاول الى الظهر الى كذا، واذا تعب ياكل وتقول ان شاء الله غدا تكمل الصيام حتى يستطيع الصيام. ذكرت القصه الماضي ان من العجب ان المراه وهي معذوره ما تراها ابدا تاكل بينها رمضان، مع انها معذوره بحيض او بنقص، ما ترى حتى الزوج ما صحيح يستحي. هناك من يأكل في نهار رمضان على النفاق، صح؟ نعم، بل يدعوه، إذا لم تدعو أنت إلى الطاعة هو دعاه في المسجد، تفضل السجارة. نعم، صحيح. كنا في العام الماضي دخلنا في رمضان من الخيمات التركية السورية، خرج إمام المسجد في صلاة الظهر، وجد رجل جد ما شاء الله يشرب الدخان. قالوا عندي سؤال، قال إذا كان هنا يعني الإمام يسأل هذا الإخوان، قال له هناك رجل يضرب عشرة قوي، ما تقول عنه؟ قال ما شاء الله هذا قوي ضرب. قال طيب رجل يضرب 100، قال ممكن؟ قال ممكن، هذا ما شاء الله هذا أقوى من الأول الكريم. قال طيب رجل يضرب 1000، قال ما يضرب، قال لو وقع هذا قطع الضرب يعني ما شاء الله. قال طيب رجل يحارب رب العالمين بطل؟ لو واحد يقابل 10 أو 100 أو 1000 ماشي، لكن هذا ما عنده من جاهه من فضل في نهار رمضان، هو محرم لله، تعصي وتجاهل المعصية ما هو صحيح؟ إذا لابد يا إخوان أن نعلم هؤلاء، قل يا أخي لا تحارب الله. لو فرض في نهار رمضان هذا أقل من أن تفطر وتجاهل بفوضى في نهار رمضان، قلنا المرأة وهي معذورة ما تجاهل أبدا وهي معذورة. طيب إسلام والعقل والبلوغ، وذكرنا في البلوغ أن البلوغ يعرف بماذا، كيف نعرف أن هذا بالغ أو غير بالغ؟ بأمور ثلاثة اتفق فيها الرجال والنساء، انبات الشعر الخشن او القبل، الاحتلام واتمام 15 عام وتزيد الرابعه بالحيض، واحده من هذه الاربعه يحصل بها البلوغ. نعم، اربعه عند النساء وثلاثه عند الرجال. طيب الصحه خرج من هذا المريض، فهل يجب الصيام على المريض؟ من يعرف؟ نعم، إذا كان هذا المرض يضر به إلى صام فصيامه أحيانا محرم، يعني الآن أنت تسمع أحيانا بعض الناس مريض السكر والطبيب يقول لا تصوم، وهو لا يصوم ويتعب وأحيانا يغمى عليه ويذهب إلى المستشفى، فهذا تقول له يا أخي ترى صيامك تأثم عليه. إي والله
الله سبحانه وتعالى عشر، والله غني عن تعذيب عباده، وقال لا تلقوا بأيديكم إلى التهم، حرام عليكم الصوت صح، لكن جرح في أسفل وأطلب منها ربا تقول يا رب تقول لي ماذا تقول لي طيب عطاس زكام لا إذا ما رب يضرب به الأصاب فقر الدم جلطة الدم جلطة الدماغ مريض بالسكري مريض بضغط الدم لا رب أن يتناول الدم طيب المقيم خرج بهذا المسافر فالمسافر الآن الأولى في حقه أن يصوم في رمضان ما لم يشق عليه شق عليه لماذا أولى أن يصوم؟ لأن الصيام في السفر هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أسهل على المكلف أيضا أنت الآن عندما تصوم مع الناس تصوم شهر ولا يشق لكن لو قلت تستطيع الصيام وحدك تقول لا كما صلى التراويح صل مع الجماعة بشر لكن وحدك ما تقبل على هذا ثم تدرك فضيلة شهر رمضان ثم قد تؤخر القضاء وما تقضي أحيانا خاصة من يعمل في السفرية الدائمة للسفر فهذا يقول لا بد أن يصلي طيب وكذلك أقول من الحي والنماس ذكرنا أيضا مفسدات الصوم والفائدة معرفة مفسدات الصوم حتى لا تأتي المسجد يرسل عليك الصيام ويصبح صيام الضابط يعد على الصيام الله تعالى أهم مفسد نسأل الله السلام عافية لدى يسب الرب يسب الدين يسب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هؤلاء أرادوا والله والله إخواننا أمر واضح هؤلاء الذين صنعوا برامج من سنين يعد لها وأنزلوا في الله برامج كفرية والله ده يمثله والله لو واحد يمثل والدته كانك تصنع نفسك كيف يمثلكم هذا المؤمن يمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل بالملائكه بل برب العزه اراد ما علي هذا كفر في نهار وغرب السنه الخاطئه هل نسيت لا بد ان اتنبه لهذه المساحه اخواننا والله طيب الثاني الأكل والشرب عمدا وما جرى مجرى الأكل والشرب حتى لو كان ضار يشرب بنزين يشرب خمر يشرب خنزير يأكل خنزير يأكل بلاستيك أفضل وما جرى مجرى الطعام والشراب أو كان يغني عن الطعام والشراب الإبر المغذية خارج بهذا الإبر التي تؤخذ للتداول الأنسولين مريض بالسكر ويأخذ إبر الأنسولين لا يفطر قبضة العين لا نسمع يوم من الأيام أحد شرب من عينه هل يوجد أهل عندما يكون يعني يحتاج إلى شرب الماء يشرب من عينه؟ ما يوجد حتى ولو وجد مراره في حق لا طيب الثالث الجماع والاستمناء خرج بهذا ما لو نام واحتلم الصلاة بعد الظهر نام واستيقظ وجد أثر منه صيام صحيح لو استيقظ الآن أذن عليه الفجر قبل أن يغتسل أذن عليه أذان الفجر قبل أن يغتسل صيام صحيح لا تغتسل ولا يشكر مفهوم المرأة طهرت قبل أذان الفجر ونام تصفيرا أرادت أن تغتسل أذن الفجر صيام صحيح وتغتسل بعد الفجر لا إشكال الردة والأكل والشرب والجماع والاستمناء القيء عمدا والحجامة ونزول دم الحيض أو النفاس طيب وأن ينوي قطع النية يعني نوى قال أنا مخطئ لكن لو تردد أو شك هل القطع فنية لا أقول لا توسوس أنت صايم ما
مفهوم؟ طيب. وخالف أيضا أن النية محلها القلب، وأن الإنسان نحن الآن نية الآن، ونحن له أن نصير شهر رمضان، ترك هذه النية كل الشهر، ومع دخول الشهر كذلك. طيب، بعد هذا نريد أن نعرف مستحبات الصيام. الصائم يستحب له فعلا، نبدأ من هنا. قراءة القرآن، كلام الله. هذا الشهر شهر أنزل فيه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعترف على جبريل عليه السلام. وعرض عليه السنة التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. تكتب قراءة القرآن تجعل الكل أصلا مجرد ما يدخل شهر رمضان يبقى في المسجد. أحسن. أيوة. نعم. تعجيل الفطر وتأخير السحور. مجرد ما أقول الله أكبر أنا قررت تأكل مباشرة. تعجيل الفطر وتأخير السحور. يؤخر السحور كيف؟ يعني أقول الآن أنا الآن آكل بعد صلاة التراويح. فماذا تصنع؟ قبل أذان الفجر. السنة أن تأكل تتسحر على تمر واحدة أو ثلاث تمرات هذا تمر مقام السحور. تسحر فإن في السحور بارك. بارك في ماذا؟ بارك له في الطعام اللي تأكل. وبارك له في تقوية البدن على صيام النهار. على ماذا يفطر؟ على ماذا يفطر؟ يفطر على رطب. فإن لم يجد فعلى تمر. فإن لم يجد فعلى ماء. فإن لم يجد فعلى ما وجد من الطعام، تفاح برتقال أو كذا. فإن لم يجد كان السيارة وليس لديه لا طعام ولا شراب، ماذا يصنع؟ يبني. فإذا نوى الفطر أفضل. طيب. استحبات. الصدقة. لماذا؟ لأنه بالصيام تدق الحالة الفقيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجر من كفر رمضان فتح الله عليه أكثر صدقة كبيع المرسل عليه الصلاة والسلام. قلت الكلام. نعم. هذا المستحبات. هذا من الواجبات. يجب عليه ترك قول الزور فلان ذي كذا والعمل به والغيظ والنميمة حسد ظلم كان أي أحد حدث كثير من الفلان الإمام أطال اليوم جماعة المسجد أعوذ بالله موجود هذا في رمضان يكثر في آخر الإمام طول أمام الباب هنا يلف ساعات ولا يشتغل الله كان في المسجد يركب على رأس إبليس لا ما بدت الشياطين أن تتصفر لكن صراخ الشياطين موجود شيطان الإنس أخطر من الجن شيطان الإنس لأن شيطان الجن تستعيد يذهب أما شيطان الإنس ما يذهب مشكلة هذا شيطان الإنس والله أكبر مشكلة عندي شيطان الإنس ما يذهب تستعيد ما يذهب جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال يا إمام إن فلان يقول في كذا وكذا لو اليوم جاء إنسان وقال فلان يا أبو إبراهيم تكلم فيك البارحة يقول أول صار أي وما دخل غير هذا ومتى قال أعوذ بالله فيه كذا وكذا صح الحسن رحمه الله عندما جاء إلي هذا الرجل وقال فلان يقول في كذا وكذا قال له هذا الرجل أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ أما وجد الشيطان رسولا؟ بحث الشيطان يرسل ما وجد أنت رسول الشيطان والله لو كنا على هذا افتحنا يجيب واحد قال يقول فيك قال اسمع أنت رسول الشيطان ترتاح صح الحمد لله طيب نعم أبو عاطف استحبات السيارة
ترك الموبايل. دعوة الصلاة المستجابة. نعم. يدعو إلى فطر. يوم يكثر من ذكر الله واستغفار قراءة القرآن على الأقل. صلاة التراويح عاضب عن صلاة التراويح. ولا تمل أخذ من الصلاة وجعلت قرة عين الصلاة. يعني يأتيكم إن شاء الله الشيخ عبد العزيز. قال أريد أختم القرآن. قل أختم. وطير قال في الطين. قال أقرأ 10 صفحات. قل أقرأ ما عندك إشكال. إحنا عبيد لله ونصلي نريد يكون الله هذا غير بقية العوام. ما هو رائع نختم القرآن في هذا المسجد ونشعر تسمع القرآن وتراجع وتقرأ كتب التفسير؟ إيش الإشكال؟ عندنا مسجد اسمع هذا المسجد بجانب السوق كل ما بالمسجد تجار ويريد إقامة الصلاة بسرعة وبعضهم لا تجار رجل فيوم أذن بعد أذن دخل هذا قال أقم الصلاة. سبحان الله إقامة الصلاة في يد من؟ الإمام المؤذن. فهذا الإمام يعني دخل مجرد دخل هذا قال أقم الصلاة أقام الصلاة وصلى بسرعة وسلم خرج الإمام. فخرج هذا اللون اللي قال أقم الصلاة خرج فلا غير السلام عليكم فلا غير لكن الحمد لله خير. قال ما حدث في تلاميذ بل الكبار اعوذ بالتدل حدث كذا وحدث اليوم يعني كان في اسرائيل في كذا كذا في كذا في كذا. والله يا شيخ سبحان الله الوزير قبل امس قال كذا فلم اخر يتحدث معه بعدين قال كم انا اتحدث؟ قال والله ممكن ربع ساعه لنا او نصف ساعه. قال يا من خاف الله المسجد ما استطعت ان تبقى دقائق وهنا تتكلم اسمه آخر مرة. بعد هذا لو تكلمت في المسجد قلت أقم الصلاة والله أفضل كما أقول بقي معي ذاك اليوم نصف ساعة. فأي واحد عنده كان يقول تقول الإمام طول اللي هو يصلي يصلي اللي هو يمشي. لماذا سميت صلاة التراويح بهذا الاسم؟ كان يرتاح بين الركعات قيام قيام طويل يا رجل. الشيخ عبد العزيز يقول انا اصلي فيكم ساعه فقط بس وقت من القران ان شاء الله تعالى ساعه مع صلاه العشاء ساعه. نعم ايش الاشكال؟ ساعه والله من يتقي الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا صحيح. انت تريد تصلي صلاه خشوع وقراءه وتلاوه تدعو الله والله تتمنى ان العام كله رمضان صح؟ اه والله صلى الله عليه وسلم هل يتكلم ام ترى هذا الا معه شيطان؟ نعم سبحان الله ما يتكلم في كذا يتكلم في هذا خلاص ابدا. نعم او رايك؟ المساعده والمشاركه في التصالح تكون لك مثل الأجر حتى من إذا كان ليس لديك ما تعال ساعة أكبر اختار الصاع تأخذ أجر. نعم نعم كثرة الصلاة النوافل قراءة القرآن الصدقة الصدقة لك الاعتماء قد يقول هذا الشيخ اعتماء أنت تعرف لا تعشير ولا غير. يا أخي أنت تطلب المن من الله صحيح؟ تطلب من الله لا تدعو وتقول ما استجيب لي. لا يا أخي تطلب من الله لا من غير. أذكر لكم الشعري إمام رحمه الله هذا الشعر رحمه الله كل عام يعيد في طواف الوداع وهو يطوف طواف الاقياع يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل اخر عهد البيت وطواف
وهو يطوف طواف الوداع يقول يا رب لا تجعل آخر عهد البيت. كل طواف وداع تنفع، هذا يدعو في السجدة الدعوة، في العام الثاني يحج ويدعو ويحج ويدعو حتى بلغ 80 عام. في العام 80 وهو يطوف تذكر قد استحييت من ربي 80 عام ما دعا قبض من عام. والله العام العام الماضي حصلت إشكالات عند بعض الجزائريين في التأشيرة الحج. ليلة يوم الثامن بعد العصر يوم التروية من أصل الحج اتصل على الله تعالى سبحان الله كتب الله لكم الحج. أخذوه بالطائرات إلى جدة بالسيارات أثنوا على عرب مباشرة وقدروا الحج. والله واحد يقول لي ما أتوقع عن أحد. عمر رضي الله عنه دعا الله أن يرزق الشهادة أين؟ في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها جهاد، كيف تأتي الشهادة؟ صادق مع الله، أصدق مع الله، أخي لا أشكر، وإذا تصدق مع الله، وإذا ما حدثت مع الله، يخلف الله لك الأجر. اعتماد يا رب، الصلاة بلغني يا رب يا رب. نعم. صلة الأرحام أو الاتصال فيهم. نعم، يعني هذا يأتينا إن شاء الله تعالى الآن في العلم. نعم، المهم الاعتكاف كذلك، اعتكاف ما تستطيع الاعتكاف في العشر كاملة على ما سيأتي، خاتمت لو يوم واحد، تستطيع والله، كيف تعتكف في العمل أحيانا من أجل الدنيا، كيف تكون هذا؟ أجل الآخر. طيب، قيام الليل. ذكرنا صلاة التراويح. طيب الآن الصيام هذا نهاية الدرس والدرس القادم يكون الأسئلة إن شاء الله. عندنا الصيام صيام واجب وصيام مستحب وصيام مكروه وصيام محرم. من يعرف ما هو الصيام الواجب؟ ثلاثة أشياء الصيام الواجب أشياء ثلاثة. نعم صيام الواجب أشياء ثلاثة، ما هي؟ ثلاثة أشياء. ما يعني؟ بسم الله. صيام في رمضان، هذا لا إشكال فيه. الثاني؟ قضاء. هو صيام قضاء رمضان يعني رمضان. صيام النذر والكفارات. هذه أشياء ثلاثة، هذا الصيام واجب. مثال عليه كفارة يمين. فقير ليس عندهما. ما استطاع لا عن العتق ولا عن طعام عشرة وكسرتين هذا السبب ينتقل إلى صيام ذات أيام. فهذا الصيام في حقه واجب الآن. نذر أن يصوم غدا الصيام أصبح في حقه واجب. طيب هذا الصيام الواجب ثلاث أشياء. الصيام المستحب من يعرف؟ يعني؟ عشرة أشياء أقل من الكفر عشرة كل زليل عشرة عشرة أنواع الصيام المستحب. حاول أذكر. لا ما أنا عشرة. لا تعد عشرة. تعد عشرة. تقريبا اللي براسي يعني تقريبا. بسم الله. بسم الله. عرفات. صيام يوم عرفة لغير الحاد. غير. عاشوراء. صيام يوم عاشوراء مع التاسع والحادي عشر. الاثنين. النوافل. مو كل النوم. يا أخي قال لا لا تعلم. الاثنين والخميس. نعم. لا تتكلم. إبراهيم. نعم. ست من شوال. ست من شوال. ست من شوال. الأيام البيض. على أيام البيض أو ثلاثة أيام كل شهر. كل شهر. ومثلاً نخلص. خمسة من يعرف شعبان في شعبان كذلك في الصيام صيام شعبان وصيام محرم وغيره لا النذر واجب صيام يوم وفطر يوم صيام يوم عليه الصلاة والسلام وصيام عشر من ذي الحجة لدخولها تحت الأعمال الصالحة هي من الأعمال الصالحة الصيام تعيد من يعد لهذا؟
من يعد ليالي الصيام مستحب؟ صيام يوم صيام يوم عرفة على الاثنين والخميس والأيام البيض أو ثلاثة أيام من الشهر، وصيام يوم عرفة لغير الحاج، وصيام محرم وشعبان، صيام يوم فطر يوم، وصيام عاشوراء مع التاسع والحادي عشر، صيام الست من شوال وعشر من ذي الحجة. تعيد إن شاء الله. نعم. ست من شوال. ست من شوال. الاثنين والخميس. الاثنين والخميس. وصيام سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. وصيام ثلاثة أيام، صيام شعبان. شعبان ومحرم. وصيام الأيام البيض أو ذكرناها الأيام البيض. صيام يوم عرفة. صيام يوم عرفة لغير الحاج. لغير الحاج. وصيام عاشوراء مع التاسع والحادي عشر. عشر من ذي الحجة. عشر من ذي الحجة. أيوه. بارك الله فيك. طيب ما هو الصيام المطلوب؟ الصيام المطلوب صيام يوم الجمعة. صيام يوم الجمعة منفردة فتح الله عليه، وكذا صيام السبت وصيام المرأة دون إذن زوجها، هذا في النافذة. أما فريضة الكسوف لا تستأذن منها. نعم. أقول ليش مكروه؟ الساعة 9 بس لا بس والله كل ما اعرف ايش اسمع شيء ما كان شيخنا صح هكذا تبع بعد 9 في دواء لكن ما يباع في السدرين يسمى أصدرين على وزن أسدرين أصدرين يا نفس هذا أقول لك الصيام المكروه صيام إفراد يوم الجمعة ويوم السبت وكذلك صيام المرأة دون إذن الزوج. صيام محرم، من يعرف الصيام المحرم؟ أقل ما يكتب خمسة أشياء أو ستة أشياء. ستة أشياء تعدها. بسم الله. من يعرف؟ هاي أشياء. أحد يقول صيام يوم الشك. صيام يوم الشك يعني يوم 30 من شهر شعبان. كذلك يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين حتى 29 إلا إذا كان من عادة يصوم. مثال الآن في هذا العام يوم الشد عندنا يوم الثلاثاء. يا أخي اعتبر الثلاثاء أنا مخطئ. الثلاثاء يوم الشد عندنا في هذا السنة. من عادة الشيخ أن يصوم يوم الاثنين، فيوم الاثنين يتقدم رمضان بيومين أو يوم، فصام لأن من عادة أن يصوم يوم الاثنين. يصح يصح. الأقرب راهي من عادة ما يصوم هذا الرأي، وقال أريد أن أصوم هذا اليوم، نقول ما تصوم مفهوم؟ طيب مرة ثانية صيام يوم الشهر يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، ثم ما أحد يتكلم الله أعلم. نعم صيام محرم والله لا صيام العيد فتح الله عليك، عيد الفطر وعيد الاضحى. شلون جبت نعم صيام الحج وصيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي، هذا صيام محرم. نعم. وكذلك صيام الدهر. صيام الدهر ان يصوم ولا يفطر كل العام. نعم. وكذلك صيام رجب فتح الله عليك. نعم. صيام رجب تخصيص رجب بالصيام هذا من البدع. قال الحافظ ابن رجب لم يثبت شيء في فضل رجب. ايوه. نعم. طيب. هذا الصيام الواجب والمستحب والمقبول والمباح. كم باقي على ذا؟ ساعتين. نعم.
في المساجد جماعة أو فراد؟ جماعة. جماعة في رمضان تصلي جماعة، في غير رمضان لا. نعم فتح الله عليك، وصلنا جماعة. من الفائدة من صلاة التراويح جماعة؟ إيش الفائدة؟ مثلا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل، كان لك تقوم الليل كامل. طيب كم عدد ركعات صلاة التراويح؟ من يعرف؟ 16 من 8 إلى 16 في اختلاف مثلا. احنا عندنا اختلاف. نعم. 11 من هي 20 ركعة. عائشة رضي الله عنها من المؤمنين تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. مفهوم؟ طيب. لكن إن جاء إمام وعالم وقال تصح الزيارة وصلى بنا لا إشكال، كما يصلي الناس اليوم في مكة والمدينة. نعم. لكن حتى العلماء الذين يقولون تصلى 23 13 ركعة وكذا يقولون الأكمل ألا نزيد على 11 ركعة. طيب أقل الوتر كم؟ من يعرف؟ لا بأس. أقل الوتر كم ركعة؟ واحد. واحد ثلاث ركعات. الله يفتح عليك. أقل الكمال ثلاث ركعات. أقل الوتر كم؟ ثلاث ركعات. نعم. وأقل القليل يعني هذا مو كمال ركعة. إذا لو سئلت ما أقل عدد في الوتر تقول ثلاث ركعات، هذا أقل الكمال. إذا أردت أن تأخذ القليل لكن قليل وكامل كم ركعة؟ ثلاث. أما واحدة أقل لكن ليس بالكمال. طيب قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر ركعة واحدة وهو يقدر عليه فهو مقصور لا تقبل له شهادة. ركعة واحدة مقدر عليه مجرد ما تسلم نصلي ركعة الله أكبر انتهى ركعة. صح؟ احنا ما ترك منتقل. صح؟ طيب قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيئ في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. صلي على الدهر يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قام يصلي وقام أحد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال افتتح بالبقرة فقلت 100 يعني 100 ركعة يوقع فمشي فقلت المرأة تفتتح بالنساء فقلت النساء تفتتح بآل عمران قال حتى هممت بأن سوء قال ماذا هممت؟ قال هممت أن أجلس عليك. تعرف كم جزء تقريبا؟ كثير الآن يعني في الليلة أقل من جزء. نعم شوف قاعدة من العلم إذا جاء التعب اعرف أنك لست في عبادة. العبادة ما تحتاج تعب أبدا. ما الدليل؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات يجعل لكم أنهار من يتقي الله يجعل له مخرجا يرزقكم من حيث لا تحتسب. فلما جاوز أمر بالسير إلى مكان هذا السير كان في الطاعة. عندما جاوز المكان خلاص انتهى السيل كان هو غير الفن. صح؟ فلما جاوز قال الفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. اين جاء التعب النصب بعد ان جاوز المكان؟ ايش الان يعني رمضان صلى الله عليه وسلم النهار صار الليل قام
عمل كثير قراءة القرآن صلاة التراويح صيام كذا ونوم قليل تعمل في رمضان على تعمل في غير المسجد تتمنى أن تكون العام العام كله رمضان صح لماذا لما تسخر البدن فيما خلق لك خلق حتى تكون عارف نعم فأي أحد قال الصلاة طويلة أو كذا قل لا هذا كلام إبليس وكلام ما يمكن يكون هذا كلام أحد مسلم يحب الصلاة صحيح؟ نعم طيب الاعتكاف ما حكم الاعتكاف؟ من يعرف حكم الاعتكاف مستحب سنة سنة مستحب شيء واحد سنة مستحب مسنون واجب واجب فرض سنة مؤكدة فتح الله عليك سنة مؤكدة وارض النبي صلى الله عليه وسلم عليها اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده ما الفائدة من الاعتكاف؟ خلو العبد مع ربه إدراك ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر ليلة واحدة بماذا يدعو في العشر الأواخر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني فاعفو عني في بدني في مالي في ديني في ولدي في زوجي في الدنيا في القبر في الآخرة الله تعالى هذا الكلام ما تجد مثل هذا الكلام جامع مالي خير الدنيا والآخرة صح؟ هنا دعاء مختص صح تدعو لي تتحرى الليالي الاثنين خاص تعتقد قدر المستطاع العشر قادر ما استطعت اعتقد الذي استطيع ليله ثانيه ثلاث ليالي خمس ليالي نعم طيب الاعتكاف يكون في مسجد تقام فيه في الجماعه والاول ان يعتكف في مسجد تقام في الجمعه حتى لا تضر فيه صلاه الجمعه يبطل الاعتكاف بمال يكون الاعتكاف باطل بمال الخروج خروج يكون بحث الخروج في المسجد الجماعة يبطل الاعتكاف بالجماعة يبطل الاعتكاف بالخروج الكثير يأخذ من بعد الكتاب يتقاطع وكذا يرجع على الظروف هذا معتقد لكن يخرج بحاجة صح يخرج يعني مثلا أراد أن يغير ليس لديه لباس وأراد أن يغير لباس لا وجد أحد يأتي باللباس بعدين خبرنا إحنا الآن الكفار من ينظر احتياطكم من الدين حتى السنة نعم في سائق حاضر مسلم في دولة أوروبية رجل معاه رجل وعندما رجل أعطاه الأجرة لكن زائد مفهوم يعني مثلا الأصل أن يدفع 10 كرونة 10 كرونة أعطاه 20 أبدا يعني ما اختلف ما هو شيء السائد هذا أخذ يفكر أرجع له ما من زيادة زيادة يسيرة ما هي شيء كبير ثم أخذ يفكر يعني أنا لو أسلم أسلم شيء كثير مع عشر لو فأنا هنا أتفكر أرجع 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 أسلم لا أسلم كذا عندما أراد هذا أن ينزل من الحامل قال دع خذ المتبقي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله سبحان الله أي حدا لماذا يعني أسلم يعني ما السبب قال أنا أردت أن أتحقق من أمانة أهل الإسلام والحمد لله وجدتها هذا هو في غالب
الله أعلم. لو تعرف هذه قلبي صارت بالأسر ونرى قليلها يمكن أبدأ. لا تستهل أخوانا والله في بعض المسائل يسيرا كنا شيء يعني هم تطلع بين هذا والله جاء واحد إلى مسجد حددني ما في مصيبة قل والله جاءت مرأة جاء هذه المرأة جاء بها رجل مسلم يقول أنه مسلم لكن مين سين لامين تعرف مين سين لامين جاء عند الباب وأدخل المرأة مسجد وبقى بخارج فقال الإمام بعد أن أسلمت هذا قال من جاء بك؟ قال واحد يقول أنه مسلم قال لماذا بدأ؟ قال ما يدخل المسجد هذا من يصلي ولا أرض يدخل حتى معه عشان تسلم قال أدرك بخارج وجود صحيح؟ هذا والله إشكال انتبه لا يقتل الإسلام من قبل كل واحد منا لديه معاصي صلى الله عليه وسلم لكن انتبه لا في الإسلام من قبل لا يقتل الإسلام من قبل يعني أنت تكون سبب في أن يقتل بعض الناس لا لأن اليوم يعصي البعض الله هذا كفر أكبر في الإسلام يزني تقول له هذا الكافر لماذا تزني أنت مسلم يقول الزنا حلال بالله هذا كفر أكبر أنت لو قال الزنا حرام وأنه عاصف هذا إيش كبيرة لكن يمكن ما معلوم أن تبغى يسر الخمر تقول له يعني تقول له كيف يسر الخمر وتمسك قل لا حرام حلال لو يسر الخمر وحرام مرتكب كبيرة لكن يمكن بحلال الخمر أنكر ما هو علم يأتي بالضرورة صحيح؟ نعم كل شيء أرتقوه بالإسلام ذيبة إسلام تمثيليات إسلامية رقص إسلامي رقص إسلامي كل شيء إسلامي حتى موت إسلامي بعض الفجر قال إذا أراد أن هذه السنة تمشي تكتب إسلامي من حلال نعم علم معنى اعتكار يشتغل منقطع عن الدنيا ويشتغل بذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أيضا المعقول في رمضان زكاة ما حكم زكاة الفطر سهاشة واجب على من؟ على المسلم السيارة الذي يمتلك قوت يوم طيب الآن هل تجب على المسلم الصغير أو الكبير؟ الصغير أو الكبير الذكر أو الأنثى الحر أو العبد نعم طيب كم مقدار زكاة الفطر؟ مقدار زكاة الفطر مقدار زكاة الفطر كم؟ 5% 5% من صوت لا مال 2.5% كم زكاة الفطر؟ نعم صاع من طعام والصاع يساوي 4 أمثال طيب تخرج طعام هذا الأصل أن تخرج طعام تمر زبيب قمح يصح أن تخرج من قوت البلد رز مكرونة يصح شيخ بن عدمي رحمه الله تعالى يقول يصح اسبكيت يعني نعم يقول يصح من قوت البلد لكن هل تخرج مال؟ لا لكن عندنا بعض الناس يعني لديه إمام يثق في دينه وعلمه وقال هذا أن أخذ الفتوى بكل المسائل وأفتاني أن أخرج ما نقول خلاص أخرج ما لكن الأول أن تخرج ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأول ولو أخرج على اتباع هذا العالم إن شاء الله أنها مقبولة
ما أحد يستطيع أقول هذا لأنه رجع إلى عالم أم يرجع إلى بواب المسجد أو إلى عمق المسجد. متى تخرج زكاة الفطر؟ متى؟ إخوان وقت إخراج زكاة الفطر؟ عشرة أيام. عشرة أيام. عشرة. كان يقول ما أعرف ما أحد يخرج زكاة الفطر. لها ثلاث أوقات. اللي يعرف ثلاث أوقات جميل. لها ثلاث أوقات. وقت جواز، وقت استحباب، وقت تحريم. زكاة الفطر لها ثلاث أوقات. وقت جواز يتقدم يوم العيد بيوم أو يومين، يعني 29 و30 مرة، هذا وقت جواز. من صلاة الفجر وفجر العيد إلى صلاة العيد هذا وقت استحباب. وقت تحريم بعد صلاة العيد في الآن في اليوم العاشر من رمضان في اليوم 25 من رمضان هذا وقت تحريم يكون. لو أخرجنا في اليوم 25 من رمضان صدقة من الصدقات العيد واحدة تخرج إن شاء الله. طيب إلى من تدفع؟ فقراء مساكين. ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ تقدم معنا. ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ ما الحكمة؟ كف الفقير عن السؤال. نعم، تغني الفقير في هذا اليوم عن سؤال عن السؤال غيره. تساوي بين الفقير والغني. نعم هذا قال غير هذا ادخال السرور هو هذا غير العيد داخل عليهم تعويض ما نقص من الصيام الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظهر للصائم تطهير للصائم مما اجى من اللغو والرفث صيامك لا بد يكون في شيء فهذا ان الحسنات بالجملة صيام طيب صافي ما الذي يشرع يوم العيد؟ انظر إلى عيد أهل الإسلام وعيد أهل الكفر مقارنة بسيطة أهل السنة صلى الله عليه وسلم يوم منهم يستقبلون العيد بماذا؟ بالطاعات وبالمعاصي بالطاعات بالسهر أو باستقبال اليوم بأول النهار أي إنسان مسلم أو كافر يسهم هذا حياته فاسد صح معروفة والإنسان يحاول على الأوقات أن مبكر واستيقظ هذا إنسان ناجح أي نعم فاستقبل أول السنة عندهم العيد بالسهم وضيع الأوقات وضيع 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 وبضيع نعم أما السنة استقبل العيد بالصلاة بالصدقة بالتهنئة بالعيد صحيح نعم صدقة وحاضر طيب ما السنة في الخروج إلى صلاة العيد تخرج من طريق وتعود من عام قبل أن تصلي العيد يستحب أن على تمرات طعام وجبة نعم حتى تحقق الفطر في هذا اليوم لأن صيام يوم العيد محرم وتفرق بين الفريضة والنافلة. طيب تشرع التهنئة بالعيد تقبل النوم نعم بعد هذا ذكرنا صلاة التراويح وذكرنا ما يتعلق بالاعتكاف وزكاة الفطر وصلاة العيد يبقى معنا التكبير تكبير مطلق ومقيد، لما قيد إقرار الصلاة من ليلة العيد المغرب تبدأ بالتكبير إقرار الصلاة هذا تكبير مقيد لإقرار الصلاة والتكبير المطلق في كل الليلة إلى انتهاء يعني إلى مغرب يوم العيد الله أعلم نكتفي بهذا المقدار الساعة كم الآن؟ الحمد لله الساعة التاسعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ أي شيء أخذنا في الدرس الماضي؟ أخذنا مستحبات الصيام منها قراءة القرآن قراءة القرآن الطرف بين الطرف الصارم
اعتكاف التسبيح والدعاء بالفطر صلاة التراويح و زكاة الصدقة زكاة الفطر هذا من الواجبات قيام الليل والاعتمار طيب نعم غير هذا الذي أخذ غير هذا زكاة الفطر قلنا من زكاة الفطر واحد والأصل أن تخرج طعام صاع الطعام أخذنا ثلاث أوقات وقت جواز قبل العيد يوم يومين استحباب أجل يوم العيد إلى صلاة العيد وقت تحريم قبل أو بعد نعم تكلمنا عن الاعتكاف سنة مؤكد راضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم خلال الأسباب الفعل وأن اعتكف في المسائل مثل الاعتكاف الجماع وخروج الكتيب واعتكف في العشر الأواخر إذا لم يقدر اعتكف على وقت الليلة أو ليلتين نعم أي فائدة أخذناها في الدرس الماضي؟ نعم صلاة التراويح وقلنا أصل أننا نجتمع ونترك الخير والفعل وأن نحرص أن تكون يعني هذه الأوقات عاملة بالإكتمال والشيطان يريد أن يفسد علينا الأعمال والكلام وغيره أخذنا أكثر ما يكون وأقل ما يكون كيفية الصلاة وما يتعلق بالصلاة ماذا أخذ؟ يوم الأذكار الأذكار نعم إبطال الصيام نعم إبطال الصيام طيب ما هي الردة مطلق كل الأعمال والأكل الأكل والشرب عندك الجماع الحجام ماذا؟ يجيب السوق الحجام والحجام والجماع والجماع والاستمناء والقيع عندك وقطع النية وقطع النية وقطع النية وقطع نعم الصيام المستحب الاثنين والخميس اليوم البيض اليوم البيض والثلاثة أيام كل شهر الصيام ست من شوال وعاشوراء مع التاسع والحادي عشر وعرفة غير الحاج سيام داود عليه الصلاة والسلام سيام محرم وشعبان وعشر من ذي الحجة نعم أنت الشيخ نعم عندما يتكلم هؤلاء تتكلم يأتي في السؤال سيام مقروض سيام مقروض اليومين من يوم من العيد لا سيام على مقروض المحرم لا بين المقروض المحرم صيام يوم العيد يومين قبل العيد وصيام يوم التشريع في الليل من يومين بهجة ويتقدم الصوم يوم الشكر أو يوم أو يومين إلا من كان هذا من عادته طيب وصيام كرعي رجب وصيام الدهر نعم صيام مكروه لماذا يدعو في العشر الأواخر ما عاد مكتوب عند الموبايل كتب ماذا يدعو في العشر الأواخر السنة الأولى يدعو إلى مدعة النبي عليه الصلاة والسلام والأولى يقول اللهم إنك عفو تحب العفو عفو تعيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني وقلنا فاعفو عني في بلد في مالي في زوجي في الدنيا في الآخرة تشمل خيرا دون الآخرة صيام مكروه صيام مكروه السبت والمراد الجمعة
والمرأة دون الزوج أثناء البناء. صحيح. هاي الثالث. نعم. صلاة العيد. صلاة العيد. نعم. ماذا يسمع يوم العيد؟ قلنا في عيد الفطر يفطر على ثمرات وعلى وزن. واخرج من طريق راجع من آخر. يهنئك العيد. نعم. من التكبيرات. التكبير المطلق والتكبير المقيد. دفع زكاة الفطر. زكاة الفطر مكروه ومحرم ومستحب. وجائز. نعم. نعم. صوم رجب عدم إفراد صوم رجب يعني. نعم. تخصيص رجب بشيء من العبادات غير محرم. نعم. صيام مكروه. نعم. صيام مكروه. والله. يوم الجمعة والسبت. يوم الجمعة. مفسدات الصيام. مفسدات الصيام. الاعتكاف. الاعتكاف. شروط الاعتكاف. نعم. يعتكف في مسجد. يعتكف في مسجد يكون يصلى فيه. الجماعة. الجماعة. الأولى. الأولى صلاة الجماعة. حتى لا يخرج. حتى لا يخرج. نعم. انقطع الذكر لله ولا يخرج لزيارة مريض ولا لاتباع جنائز. يوقع في المسجد ينقطع عن الدنيا. الغرض من الاعتكاف هو إدراك ليلة القدر، ولهذا يتحرى ليلة القدر في عشر أواخر وبخاصة في الأوتار ليلة الوتير. تكبير يوم عيد الفطر من يوم من ليلة العيد المغرب إلى مغرب يوم العيد. طيب ننظر في إشكال في الدرس. إشكال أخذ الأسئلة. إشكال شيء غير مفهوم في الدرس. نعم. بس الدعاء دي العشر الأواخر مال الإعتكاف. اللهم انك عفو كريم ولا بس عفو. اللهم انك عفو والعفو عفو. ما في كريم. اذا تابع ادعي اخرى مدى ادعي في النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا اشكال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قصد عائشة رضي الله عنها لهذا الدعاء. في عندنا شيء اخر؟ نعم يا اخي. اسالني قلت له اسئله بعدين يعني. نعم تفضل. على الدعاء اللي قال الاخ انك عفو تحب العفو عفو عنك. نعم تعفو عنك. من يضيف بعد في بدني في عافيتك. لا 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 بس هي خلاص. نعم فقط. اللهم انك عفو تحب العفو عفو عنك. نعم. اذا سحب الدم في رمضان جائز او حرام؟ سحب الدم اخذ بعيننا هذا لا يعني المهم عين. عين يعني مثلا ياخذ من اجل التحريم. ايوه خمس حبات. اما ياخذ تبرع بالدم، التبرع بالدم هذا يضعف البدن ويحتاج الى عفو وشرب. ف اسمع شوف اذكار التبرع بالدم خلاص افضل، واذا تاخر منه دم تحليل دم ان شاء الله ما افضل. واذا مات بالدم الى أدخلت الدم عنده فقط دم صاحب وأعطوه دم أقوى طبعا، لأن هذا أقوى أحيانا المغذية أقوى قوة المادة تدخل تلوين الشرايين يعني عم يباعونه تلوين الشرايين. نعم نعم عاشر. نعم زكاة الفطر. أحيانا أنا أرسل يا أخو زكاة الفطر. طيب يقول هل يصح نقل الزكاة من البلد الذي أنا فيه إلى بلد فيه أهلي أو كذا؟ يصح جائز خلاص واحدة واحدة معي. هذا الفعل جائز، لكن الأولى أن تتولى إخراج الزكاة بنفسك. فإذا أخرجت بنفسك هذا أحسن، وإذا أرسلت إلى بلد يعني فيه أهل أو بلد قريب منك وتعلم أن هناك فقراء أحوال أقرباء لك قد تأخذ الأجر مرتين، أجر على إخراج الزكاة وأجر على السلع للفقراء هؤلاء من أقربائك. مفهوم؟
نعم. قلت في الجزء الواحد اللي بدأ زكاة يعني. نعم. قبل العيد بفترة بسيطة. يوم أو يومين وقت جواز. ومن صلاة الفجر والعيد إلى صلاة العيد هذا أفضل وقت. مثلا واحد يحصل يسرها لثلاث مرات. إذا يرسلها لثلاث مرات. على أساس إذا يرسل هذه الزكاة إلى من يخرجها هناك يرسل له حتى من الآن، لكن ينبه هذا الوكيل أنه ما يخرج الزكاة إلا في الوقت. انتهينا هذا المسألة. المسألة الثانية، مثال الآن جمعية المسجد تجمع زكاة الفطر، فهي الآن تقوم نقابة، يقول الشيخ العزيز رحمه الله تعالى، تقوم نقابة الفقير، فهي في الوقت بعيد عن هذا الفقير، تعطيه اياهم يخرجوه على الوقت، هم مؤتمنين على، لكن لا تعطي جمعيه، جمعيه تثق منها. مفهوم؟ اذا اردت ان تعطي جمعيه تتاكد ان الجمعيه تخرج الزكاه في وقتها. واذا اردت ان ترسل الانسان تنبه هذا الوكيل في ان يخرج الزكاه في وقتها، لا قبل الوقت، ولهذا درسنا هذا الوقت. لانك لو اخرجت الزكاه قبل الوقت كما لو صليت قبل الوقت، لا تقبل، لابد من اعاده زكاه اخرى مكانها. نعم. لا نفس الموضوع. عيادة الأسنان. احفظ سؤالك. نعم. عيادة الطبيب الأسنان. عيادة الطبيب الأسنان. حقنة البنج وحفرس الضرس وخلع الضرس هذا كله لا يفطر. لأنه لا طعام ولا شراب ولا غيره، لكن يعني تعب وألم شديد. هل له يفطر؟ نعم، مفهوم. فأحيانا أن يصنع هذه الأمور ولا يتعب، وأحيانا يصنع هذه الأمور ويتعب كمان يفطر في رمضان، مفهوم. محاولة عامة وياك، أن نضيع الضرس مشكلة. قال رجل لي آخر: لا وجع إلا وجع العين. في القديم لم يكن هناك يعني تطور في الطب، فكان وجع العين وجع خطير يعتبر. قال هذا الثاني، قال لا وجع إلا وجع العين ولا هم إلا هم الدين. نعم، هم بالليل وذنب النهار. فقال له الثاني: لا والله، لا وجع إلا وجع الضرس ولا هم إلا هم العرس. ما الذي غلب؟ ما هذا الأول والثاني؟ نعم. السلام عليكم، الله يمسك الخير. مرض السكر في درجة واحد في درجة اثنين، درجة واحد بياخذ الوبر، درجة اثنين بياخذ الحبوب. نعم. ايش بيجوز على مريض السكر اللي كان مريض السكر يرجع للطبيب. قرر عليه الطبيب ان ياخذ ابرة انسولين من دون ان يتناول طعام، وقال لا اشكال، اذا اخذت ابرة انسولين تكون معاه باذن الله ولا تحتاج الى طعام وتستطيع الصيام، يصوم. قال له الطبيب: تاخذ ابره انسولين لكن لابد ان تاكل حتى تتعادل السكر. وقال ما تستطيع غيرها، لو صام فهو امن. مفهوم؟ فالرجوع في هذا الى الطبيب. طبيب مسلم ولا طبيب؟ طبيب. تفضل. تاتي بالسؤال. ما قلنا حكينا في درجة واحد بياخذوا انسولين وفي درجة اثنين بياخذوا. والله انا ما اعرف. قلنا نرجع للطبيب مسلم او كافر، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. لان الطبيب الان الكافر، يقول الشيخ بن عثيمين، يعني في الغالب انه مقتنع على مهنته ويخاف على مهنته على السمعه، مو من اجل انه مسلم وكافر. فالمريض مرض السكر نرجع الى الطبيب. يقال يصوم يصوم. يفطر يفطر ولا هو إذا حقروا عليه فقط الإبرة لا يفطر بالإبرة. طيب شو الخلل؟ طب في حال إنه ما صمش إيش بيجوز على المسلم يسوي؟ إذا ما يصوم ما صمش. طيب إيش لازم يسوي؟ هذا السؤال الأخير. لا في كم واحد يصلي؟ إذا لم يصوم لماذا؟ وهذا المرض لا يرجعه، وأخذ الطبيب إنه لا بد دائما يتناول الدواء. فهذا ماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم مسكين، اما ان يطعم في كل يوم من ايام رمضان او يؤخر الى نهايه الشهر ويطعم
30 او 29 مسكين بحسب الشهر. مفهوم؟ اوكي. الحمد لله. سؤال اخر سؤال. نعم. زين هذا السؤال. نعم. كلمة. ليش مكروه يوم الجمعة وصف الصيام؟ لماذا يكره صيام افراد يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدر يوم الجمعة. وقال في السبت لا تصوم السبت الا بمكتوب عليه. لكن بعض الناس لديه اجازه في يوم الجمعه، اجازه في يوم الجمعه. ويقول انا ما استطيع الصيام الا في هذا اليوم، انا اصوم لا من اجل الجمعه لكن من اجل الاجازه. هذا الاخر في ليله الجمعه لم ياتي النوم وقام يصلي، هل تقصد احياء ليله الجمعه؟ لا. يصح؟ يصح. جاء يوم عرفه ليوم سبت. هل الصيام هنا يوم السبت من اجل يوم سبت انه يوم سبت او من اجل عرفه؟ من اجل عرفه يا سيدي. نعم. انا مريض سكر. اسال الله يعافيك يا رب. معك روح الدواء. نعم. صار لي تقريبا 6 سنين. طيب. روح الدواء. نعم. كل فترة برمضان يقولوا لي لازم قبل رمضان يقولوا لي لازم تاخذ على وقعات معينة. نعم. تاخذ حبوب بانتظام. طيب. فأنا صار لي كم من سنة ما برضى أفطر رمضان، بفطر قبل الفطور وبعد على السحور. نعم. فهنا بين السحور والفطور تفضل عندنا كم من سنة أكثر شيء 5 ساعات. إيه. فهنا اختلف عندي النظام. أنا لازم أخذ حبة يعني أقل شيء من 8 إلى 10 ساعات ليل. نعم. فصار لي كل سنة بصوم. الآن بعيد الساعة. ها؟ بعيد الكهرباء كل سنة وبختلف عندي الريجلاج تبع المستوى وبرد كمان كمان مرة لكن رمضان بعد رمضان بتخرف عندي. إلى شكرا. سواء مريض سكر أو مريض ضغط دم أو أنيميا أو أي مرض. ترجع للأطباء. قال انك يعني هذا الامر يؤدي الى ضرر لا تصوم. استطعت مثلا اسمع الان يعني مثلا رمضان في هذه السنه في الصيف 20 ساعه ما تستطيع الصيام. والاطباء قرروا انك ما تستطيع الصيام الان من 20 ساعه لكن تستطيع انك تؤخر الى الشتاء، شتاء 4 ساعات 5 ساعات احيانا يعني. صحيح؟ وتقول انا استطيع لكن هنا الان الصيام يضر بي ولكن استطيع ان اصوم تؤجل وهذه غريبه بارده. هذا الجواب اخذته السنه اللي فاتت من شيخ كمال اتصال في السعوديه واخذت الجواب نفسه من شيخ كمال تصوم بالايام القصيره. الحمد لله. بس طالما تستطيع القضاء تقضي ما تستطيع القضاء تضعف. يعني يا انه بقضي يا انه بقضي. لا اذا تستطيع على القضاء في حتى لو في الشتاء تقضي. واذا ما تستطيع القضاء ابدا يعني لابد ان دائما تتناول يعني شيء من الطعام. 5 ساعات دكتور مقطوع لانه بين الحب والحب. اجل للشتاء. بس هون في نقطة. نعم. انه هل لازم اصومهم مع بعض 30 يوم ولا متقطعة؟ الاولى انك تصوم يعني متواصل وتقضي. لكن ان قطعت لا شيء. لماذا قلنا انه لابد ان تتابع فيها؟ هل اسهل عليك؟ ولانه هذا ذمتك الان مرتبطه بماذا؟ الصيام. مفهوم؟ مفهوم يعني مثلا صمت 10 ايام ثم تقول يعني حصل لي تعب وكذا او تعب يوم او يومين ثم صمت 10. المهم ذمتك مشتغله بها. نعم. مثلا مريض مع مرض مزمن متوفى. نعم. واهل المتوفي اهل المتوفى احسن. اهل المتوفى ما استطاعوا يعني مثلا ما حددوا كم عدد كم رمضان انه ما كان يصوم. يحددوا يعني مثلا غلبة الله ويخرجوا عليه. يحترم ويخرجوا غلبة الله. مثلا بيحسبوا بنقول يحسب 3 سنوات 4 سنين. يقول نحن عندنا المتنقلين من 3 سنوات نقول خلاص الله حسيبه تخرجوا 3 سنوات. مفهوم؟ وهذا صار حسابه اليوم الحمد لله. نعم رايك. شكرا. لو بس توضحنا موضوع التكبيرات بالنسبه للتكبيرات المقيده. المقيد يعني بعد الصلوات المفروض يعني يبدا من مقرب
ليلة العيد يبدأ يكبر بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء وفجر يوم العيد وظهر يوم العيد وعصر يوم العيد. هذا التكبير مقيد، يعني اتباع الصلوات مقيدين بالصلاة. تكبير مطلق يكبر في كل وقت من المغرب إلى المغرب، مفهوم؟ نعم. بالنسبة لصلاة التراويح يعني حديث عائشة هو 11 رضي الله عنها، رضي الله عنها، كيف يعني كيف اجتهد يعني بقية العلماء يعني وجعلوها أكثر من 11 ركعة يعني؟ ما هو يعني اجتهاد في يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث وقال أصح الزيادة ولا اشكال لهذا. نعم. الآن واحد أفطر متعمد في رمضان، أفطر متعمد في رمضان، هل في بيصوم بيقضوا يوم واحد؟ يقضي يوم واحد ويستغفر. يعني في صيام شهرين متتالية؟ لا، صيام شهرين هذا الذي جامع في رمضان، المجامع في رمضان نأمر أولا بعتق الرقبة، فإذا لم يستطع ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، لم يستطع ينتقل إلى 64 مسكين. إذا الدكتور فرض لك دواء إنه تأخذ الصبح، نعم، وأنت بالأيام العادية هذا الدواء تأخذ بين يوم ويوم متقطعة، ايه؟ يعني مزاجك مثل ما يقولون أو بحالتك اللي تشوفها أنت تحتاج لهذا الدواء أو لا، بس هو الدكتور فرض لك يوم، نعم، بس أنت تجي أيام تقول ما محتاج اليوم، نعم، فهل برمضان إنه شو راح يصير؟ إنه هل إنه بيوم اللي تحتاج راح تفطر وبيوم اللي ما تحتاج ما تصوم؟ نعم، إلا إذا كان هذا يضر بك، لأنه قد تجتهد على خلاف ما يذكر الطبيب ويضر بالبدن مثل ما ذكر الشيخ، يعني هو الآن أحيانا يقول أجتهد وأصوم ثم بعد رمضان أتعب مدة شهرين حتى أرجع لما كنت عليه قبل رمضان، نقول لا، مع هذا لا يضر بك، فماذا تصنع؟ تفطر لأنك معذور، ثم بعد هذا متى ما يعني قلت ساعات النهار استطعت ان تصوم فلك ان تصوم. الان بعض الناس لديه يعني حبوب عند اللزوم قوارب، فعندما يتعب ياخذ هذا الحبوب فهو مفطر الان يقضي هذا، وعندما لا يتعب يصوم. دليل بخاف نعم يعطيك الصوم. نعم. السؤال بالنسبه للاطفال أي نعم. طيب في حال إنه صاموا ساعات معينة خمسة ستة وأفضل تعودهم على هذا، ما نضرب إحنا قلنا هذا، تعود الصغير على صيام ثلاث أربع ساعات أول الأمر ثم بعد هذا تشجعه حتى يقدر على الصيام، وإذا تعب تأمر بني أخوك يطول الصيام، مع هذا لا يضر، فأنت تعود على الصيام قدر المستطاع كما تعود على الصلاة وعلى الطاعات واجتناب المحرمات. نعم. صيام المسافر إذا كان أكثر من 19 ساعة وخلال ساعات في المنزل وكان صائم. إحنا قلنا ولا يدري أي ساعة سوف يفطر. اسمع يا أخي. نعم. ها أنت تسأل هل يصوم أو لا يصوم؟ نعم. أو تسأل أنه يسافر أحياناً بالطائرة ويرى الشمس ويمشي. ويمشي. هلا يعني مثال الآن خرج مثلاً من مثلاً من جاكرتا من أندلسيا إلى السعودية 9 ساعات بالطائرة، مفهوم شو؟ يمشي ويرى الشمس، لم يضرب الشمس الآن. شوف يا أخي طالما يرى الشمس ما يستطيع أن يخبر إلى أن تضرب، هذا إذا أراد الصيام، وإذا أراد فقل له ذلك، نقول إما أن تصبر إلى أن تنزل الطائرة وتغرب أو لا تفطر في رمضان ثم بعد هذا تفطر الحمد لله في الساعة. ممكن تعويضه يعني لابد تعويضه طبعا أفضل لابد من طلب. نعم. بالنسبة لذهاب العقل هل هي افتراض؟ ذهاب العقل يعني مثال يقول الآن صام بعد الفجر ثم بعد الظهر أغمي عليه، أغمي عليه، أصبح الآن مثل ومثل النجوم، صحيح؟ رفع القلم عن ثلاث، هذا مرفوع عن القلم. طيب، نعم. يعني وقت لكن لأن هذا
بغير اختيار. هذا بغير اختيار ولا باختياري؟ أغمي عليه بغير اختيار. نام هذا الأحصن الفجر ثم نام إلى العشاء صيام صحيح؟ مفهوم آخر تغفر الصلاة إذا كان بغير التفريط هذا إشكال يعني مريض ما ونام فصيامه صحيح. لكن هذا الذي يغمى عليه هذا بغير اختيار مفهوم؟ نعم. وقت زكاة الفطر ذكرت أنها إذا كانت قبل 25 حرام قبل اسمع عندنا يوم 29 ويوم 30 هذا وقت جواز 27 و 25 لو أخرجها هي صدقة من الصدقات ولا بد عيد أخرى مفهوم. هذا على قول الشيخ بن عدم رحمه الله تعالى ونبع العلماء يقالوا بها مفهوم. نعم آخر سؤال بالنسبة للسفر هل هناك مسافة معينة للسفر أو كل هل هناك مسافة معينة للسفر؟ هل هناك حد للمرض؟ ذكرنا في الدرس الماضي في مرض يرجع فيه العمر جرح في إصبع لا حضر. الآن أقرب منطقة من عندكم أنتوا أنت تسكر في البول أنت كنت تسكر في تكفر طب أقرب منطقة عندكم هنا كم كيلو؟ 20 كيلو 13 يا أخي 30 كيلو كل شيء تخالف يا أخي خالف. الشيخ أبو إبراهيم من هذا المكان فتخو إلى الأسد وقال لك أستودعك الله الذي لا تضيع عمره أنا مسافر إلى كذا. هذا ما يصنع يضحك هل هذا سفر؟ هذا ما هو سفر. لكن خرج من هنا إلى استخدام فهو مسافر. إذا السفر يرجع فيه إلى العرب ما عده الناس سفر فهو سفر مفهوم؟ أنت تقيم الشيخ ولا يحدد بالكيلومتر. لا 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 بس تقيم ما أسف طبعا. نعم سؤال أخير ذكر أحد الأخوة لماذا تصوم المرأة بإذن زوجها؟ لماذا يفرض؟ النافلة النافلة نعم لماذا يجب عليها إذن زوجها؟ الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء الأمر أطار لأنه قد يريد منها شيء فجيس غيره صيام المرضع خوفا على الطفل أو صيام الحامل خافت على نفسها وعلى الجميع على الحجاب إخراج فم من الجسم خارج جرح وخارج منه دم لا لا خارج منه دم للتحليل لا يفضل تبرع بالدم أفضل حجامة أفضل ليش بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل حاجة المحجوب لأن الحجامة والتبرع أنها تضعف البدن. نعم بالنسبة لزكاة الفطر بدنا نأخذ بقول الشيخ ابن العثيمين في 25 بالشهر أرسلت مبلغ المال لأخ لي في دولة معينة قلت له في يوم 29 تشتري وتعطي. نعم في يوم 29 تشتري وتعطي. نعم أنا أرسلت لها 25 و26 و27 ما في إشكال وقلت له أنت أعطيها في الوقت المستحق أو الجائز. نعم ما في إشكال طبعا قلنا هذا الأخ الآن أرسل من اليوم أرسل الأخ إلى الصومال إلى أهل الصومال من اليوم إلى أخي هنا وقال هذا المال يبقى أمانة عندك تشتري الرز زمان لا إشكال وتبقي عندك وليلة العيد تقضي الحمد لله لا إشكال. نعم طيب فذهب عقله قبل ثلاث سنوات إنسان ذهب عقله قبل ثلاث سنوات مخرف مجنون
زهايمر، عد ما شئت. المهم انه ليس باختيار، ذهب عقله ليس باختيار، او يذهب عنهم العقل ساعتين ثم يرجع ساعتين، فهذا حكم منه، لان الصيام لا يتجزأ، اما ان يصوم النهار كامل او لا يصوم اصلا. لو قال هذا الاخ انا استطيع ان اصوم ثلاث ساعات في النهار فقط، والنهار الان اربع ساعات مثلا، نقول ما يتجزأ اذا ليس على الصيام. قال استطيع ان اصوم عشر ساعات وما استطيع ان اصوم عشرين ساعه، نقول الان تفطر وبعد هذا تفطر. مفهوم؟ نعم مفهوم. النقطه الاساسيه هي عندما يسقط عنه الصيام ليس هناك الاهل الاولاد لا عليه كفاره ما عليه شيء، لاننا ذكرنا الان مسلم عام هذا مجنون ليس عليه لكن فارغ. نعم لو تزول الدماء من المخالف بكثره نزف دم رعاه ودم كثير وتعب يفطر، لكن نزف دم قليل ووضع المنديل صف على السماء وكذا الحمد لله. نعم في مجال تمنيه الحج شهر 10 نعم فقط الحج ما عندي اشكال ان شاء الله في المدينه تاتون المدينه قبل الحج رجعينا بيكم الصلوات والاغنيه وتاتون ان شاء الله في السويد. نعم اخواننا والله هذا لهم حق معنا اخواننا الصغارين. نعم في سؤال؟ لا. نعم انا بدي اسال. اصبر علينا تشرف عليك. نعم نعم الشيخ الله يعطيك العافية. بالنسبة للسؤال الأول أنت أخبرتنا أنه المرأة لا تصوم في النهار إلا بإذن الزوج. إذا كان صيامه هو قضاء لما قضاء هذا ليس بنافل، هذا واجب تقضي واجب تكلم الزوج. بالنسبة للمسافر نعم لمن سافر اسمع في تنبيه يعني شيء بسيط. الآن بعض الأزواج هدانا الله يعني يريد يتحكم ما تصوم الناقل ما تصوم الفريضة لماذا؟ أنا زوج فإذا كان صيام الزوجة يضر بالزوج هنا تضيع وإلا فلا طاعة. الشيخ أبو إبراهيم قال لي إبراهيم اليوم ما تحضر البس. قال لي ماذا؟ قال لي أحتاجك في عمل يطيع؟ يطيع. وإذا قال له اسمع ما تحضر البس ليش؟ قال له كيف أخو مرائي؟ نعم لا الصلاة ما يدعو لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم المسافر اثناء السفر لا يعرف. نعم لكن اذا سافر لبلد مثلا ثلاث ايام اربع ايام ويرجع هل يتبقى في الدنيا الصيام ان يفطر؟ قلنا الاولى له ان يصوم ما لم يشق عليه واذا اراد ان يفطر له ان يفطر له. بالنسبه لاخراج زكاه الفطر من الواجب انه يمكن ان يسمح صحيح من الذي ينفق ويخرج زكاة الفطر. الآن الزوج يخرج عن نفسه. الأصل في الزوجة يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن تخرج عن نفسها. لكن حسن العشرة الشيخ أبو إبراهيم يقول لك أم إبراهيم يقول أنا أخرج الزكاة عنك ولا أشكال. مفهوم؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يذكر أن المرأة هي التي يجب عليها إخراج الزكاة، لكن من حسن العشرة وكذا تقول اسمع أنا أخذ الزكاة عنك ولا أشكر. نعم. أنا سؤالي أنه سمعت أنه لا تجوز إخراج الأرحام. الآن ذكرنا للشيخ أنه أراد أن يخرج الزكاة في الصومال. لماذا؟ قال لدي أقارب فقراء مساكين الصدقة عليهم صدقة وصلة
صدقة وصلة. نقول أولى تبصر كالقريب وتذهب إلى البعيد ما هو؟ طيب بالنسبة لإطعام مسكين تجمع يا أسئلة. نعم إطعام مسكين. نعم مسكين هل إذا كانت كم قيمتها كانت مادية؟ ولا ما تخرج مال تخرج طعام في بعض البلدان في الإمارات إذا شاك فعلت الهلال الأحمر الإماراتي ما شاء الله عليه في المكان تدفعها فلوس وممكن تسوي هل تقدرها مثلا على قيمة هناك تصلوا على قارب المساكة في الإمارات كم القيمة عندكم وتدفعها بعدين مال لأحد الأشخاص لكن هم يخرجوها طعام أو مال هاي ما هم طبعا قيمة الهلال الأحمر لا ابحث عن أناس يخرجوها كما كان يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأبغي دفتك هل شقت سمر إن أخذتها طعام لا إن شاء الله ما شاء إن شاء الله من يتق الله يجعلهم طيب بالنسبة لمريض السكر أحد أقارب يسأل قال أنا أدفع كفارة وأصوم في أيام ممكن أصوم فيه. لا ما ليس إلا القضاء هذا الذي يستطيع القضاء يقضي فقط مين أوجب بالنسبة للسؤال الرعاة ما في أحيان الرعاة في داخل الجرح إذا لم يتقصر ودخل شيء هذا ربنا لا تعاقبنا من السنة أخطاء على تحقيقه كيني هي الفطرة يعني إذا هسه واحد مصاب مريض يخرج فطرة أو طالب لمسه جد قيمة شلون تقاس؟ قلنا ما تقاس بالمال ما تقاس بالمال بس صاع بالطعام على على يعني على قدر أو على إمكانية صاحب هذا المال أو على إمكانية الشخص لا صاع بالطعام إذا كان الرز من الرز قد يقدر العلماء حفظهم الله تقريبا باثنين كيلو ونصف وبعضهم يقول الى يعني ثلاثة كيلو وتنوي الزيادة انها صدق هذا في الرز لكن يختلف لان الصاع يختلف عندما تضع فيه الرز وتضع فيه الزبيب وتضع فيه التمر مفهوم يعني يختلف هذا الشيخ ما عندك تذكر ذلك ليش صار على من الذي ما يقدر يصوم يطيل أنت تأتي عن الذي لا يستطيع على الصيام الذي لا يستطيع على الصيام يجمع 30 مسكين في آخر يوم أو يطعم 30 مسكين طيب شلون راح يطعم 30 مسكين حسب إمكانيته ولا يصنع لهم وليمة طعام ويطعمهم نعم نعم قلنا صلاة التراويح على حتى في الحضر هي مستحبة أيضا لكن صلاة التراويح صلاة الجمعة لا تجب عليه الجمعة لكن إن صلى صلاة صحيح ولا وصلاة التراويح النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يوتر ولم يترك الوتر ولا ركعتين الفجر فإن صلى لا إشكال وإن لم يصلي فلا إشكال أنت الحمد لله كم بقى على الله 20 دقيقة بعد المغرب نتوضا خير الصلاة إن شاء الله تعالى وبعد المغرب إن شاء الله تعالى من الله أعلم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد والسلام 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 من يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قلنا في الدروس الماضيه ما يتعلق بالسياق نعتبر ان الان كان الوقت كالمراجعه لما تقدم اولا هذه الدوره في ماذا من يعلم في فقه الصيام لماذا اخترنا ان تكون هذه الدوره في فقه الصيام ام تكون مثلا في فقه الحج لماذا ما السبب من يعرف نعم لاننا لا يمكن ان ياتي باي عباده من العبادات الا وناتي بدليل عليه أراد أن تصلي أي إنسان أقول حرام أن تصلي حتى تتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولا ترى في شباب النصارى
إذا عندما نقبل على شهر رمضان صلى الله سبحانه وتعالى له النيران لا ولا ما تعلم تقصيره. طيب ما الحكمة من مشروعية الصيام؟ ما الحكمة من مشروعية الصيام؟ التقوى يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فلن تصبر. تقدم أتكلم يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقائل من فعل الأوامر واجتناب الأوامر على علم وبصيرة. نعم. وأيضا من الحكم نعم خير الدنيا والآخرة وأن تصوم خير. ما الحكمة من مشروعية صيام شهر رمضان؟ تعليم الناس على الصبر. تعليم تعويد النفس على الصبر يصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعن أقدار الله. أن تعلم أن هناك فقراء تمر عليه الساعات ولا يجد شيء. لهذا تشرع الصدقة على الفقراء في رمضان وتجب زكاة الفطر حتى نغنيهم في يوم العيد عن السؤال. استشعار بالعبودية وأنك عبد تمتلك الأمور سمعا وطاعة. نعم تشعر بقيمة النعمة ولئن شكرتم أزيدنكم مضاعفا وعطاك المال وتأكل وتشرب فتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. طيب ما حكم تمران؟ خليك معنا يا شيخ تعالوا قربنا على الشيخ تقدم. ما حكم صيام شهر رمضان؟ تعال. أنا لا تحرك. لا أعرف العربية. سبحان الله، كيف سمع كلامه وقال لا أعرف العربية؟ إذا تعرف. سمع كلامه وقال لا أعرف العربية. ممكن كلمة كلمة يعرف. ما حكم صيام شهر رمضان؟ واجب. واجب. أيوه. ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. الدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طيب. ترجمة مثلا؟ يوم؟ لا فرويد أظن. ترجمة مثلا؟ يوم بسرعة. يوم بسرعة. يوم بسرعة. يوم بسرعة. ما هو الصيام؟ نعم هو التعبد لله للإنسان. التعبد لله. إذا لابد أن تنوي الصيام بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. نعم تمسك ولا تأكل شيء يكون من المفطرات يكون صيام فارغ. نعم على من يجب الصيام؟ على من يجب الصيام؟ العاقل المسلم خرج هذا الكافر، العاقل خرج هذا المجنون، البالغ خرج هذا الصغير، الصحيح خرج هذا المريض مرض يمنع من الصيام، المقيم خرج بهذا المسافر مع أن الأولى بالمسافر الصيام إلا إذا كان يشق عليه والخروج من الحيض والنفاس. مفسدات الصوم. تعرف ما هي مفسدات الصيام؟ الردة وحفظ كل الأعمال. الأكل والشرب وما جرى مجرى الطعام والشراب أو كان يقوم مقام الطعام والشراب كذبا مغلقا. الحجاج
الحجارة، الجماع والاستبناء والقيع عمدا. وهذه قطع الصيام. طيب مستحبات الصوم، ما هي مستحبات الصوم؟ السلام. الله أكبر. السلام. ما يعني مستحبات الصيام رمضان؟ هذا الشيء يستحب الصائم ماذا يصنع في رمضان؟ ماذا تصنع في رمضان يا شيخ؟ قراءة القرآن، قراءة القرآن والصلاة التراويح والصدقة والاعتكاف والاعتمار. وعدم قول الصدقة والصدقة والامتناع عن كل ما حرم الله بخاصة قول الزور وعمل به. والدعاء يشرع للصائم أن يدعو للفطر وتعجيل الفطر وتأخير السحور وأن يتسحر السنة على تمر وأن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد فعلى الغيث من الطعام، فإن لم يجد نوع إفطار. طيب أنواع الصيام قلنا أربعة، من يعرف أنواع الصيام؟ صيام واجب ومكروه ومستحب ومحرم. الصيام الواجب ما هو؟ صيام رمضان والنذر والكفارة. الصيام المستحب من يعرف الدليل؟ نعم، صيام الاثنين والخميس والأيام البيض أو ثلاث أيام كل شهر، وصيام يوم عرفة لغير الحاج، وصيام ست من شوال، وصيام عاشوراء والتاسع والحادي عشر، وصيام عشر من الحجة ومحرم وشعبان، والصيام يوم وفطر يوم. طيب هذا الصيام المستحب. الصيام المكروه يكره المرأة أن تصوم دون إذن الزوج إلا إذا نوى لضرر بها، وصيام السبت وصيام الجمعة منفرد. الصيام المحرم صيام الدهر وصيام يوم الشك أو يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، وصيام يوم العيدين، وصيام يوم العرفة للحاج، وصيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي محرم، الذي لم يجد الهدي يصح له الصيام، وصيام رجب تخصيص رجب بالصيام محرم. طيب هذا أيضا ما يتعلق بزكاة الفطر. سميت بزكاة الفطر لأن سبب هذه الزكاة نعم أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك إتمام شهر رمضان حتى وإن كان لم يصل. كل من غابت عليه الشمس يوم العيد تجب عليه الزكاة أسلم قبل المغرب بدقيقة، غابت عليه الشمس تجب في حقه زكاة مع أنه لم يصل. المريض كذلك، الصغير الكبير الذكر الأنثى الحر العبد، هل تجب الزكاة أي زكاة الفطر على الجنين الذي في بطن أمه؟ لا تجب، لكن مستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين لقول عثمان رضي الله عنه. تخرج طعام والغرض منها والحكمة من إخراج أبناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم. طهر الصائم من لغو الرفث، عندما تصوم قد يحدث منك شيء، ولذلك أكبر الصلوات تستغفر صح، وكذلك إخراج زكاة الفطر حتى تطهر الصائم مما بدر منه من لغو ورفث وغيره. صعب الطعام قمح، شعير، رز، مكرونة، تمر، زبيب مثلا، لكن لا يصح تخرج فواكه. كذلك إخراج زكاة الفطر مال، هناك من يمنع
من إخراج زكاة الفطر نقول والأولى تضيع على مقلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام طرع المهر للمساكين. وهذا كذلك قال ما يتعلق بصلاة التراويح أنها سنة وتؤدى الجماعة في المسجد ويحصل له بالقيام بأعمال أكثر صلاة القيام ليل. والأصل أن يقوم على مقابل النبي عليه الصلاة والسلام حج عشرة. ثم أخذ ما يتعلق أيضا بالاعتكاف أنه سنة مؤكد واضح عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويبطل الاعتكاف الجماع وخروج الكبير. ثم أيضا أخذنا شيء ما يتعلق بصلاة العيدين وإنها تكبير مطلق وتكبير مقيد. طيب نعم يبقى معنا كيف نستقبل رمضان؟ الناس انقسموا استقبال رمضان لا قسم. قسم يدعو أن الله سبحانه وتعالى يبلغ رمضان واستعد لرمضان بأن يتفرغ للعبادة وترك المنكرات وتعلم بدراسة فقه الصيام. نعم ويدعو الناس إلى الصيام ممكن على أن يفطر في نهار رمضان. وقسم يعد العدة لإدخال الناس في سفرة تمثيليات الكفرية وغيرها. الآن تعلم فقه الصيام، تراجع من أحوالك، تعلم الناس، تصور هذه الأوراق التي هي الشفع العلمي رحمه الله تعالى، وتحرص على توزيعها وتعليقها في بعض الأماكن التي أذن لك بالدعوة فيها. بهذه الطريقة أحوالك انتشر العلم ويعلم الناس فقه الصيام، لأن هناك من لا يدري عن فقه الصيام وظل أشياء أنها محرمة وليست محرمة. بلع الريق الآن هكذا بلع بلع الريق. نعم ماذا علم؟ لا شيء، لأنه لم يدخل شيء لجوه. فبعض الناس سبحان الله يتنطع يبصق أظن أنه بلع بيت فيه إشكال. لأنه لم يدخل شيء لجوه حتى ذلك. حتى لو ابتلع النقاب، ابتلع النقاب هذا أمر مستقبل محرم، لكن لو فعل صنع محرم لكن لم يفعل. السواك يصح أن يستار، بل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستار وصار فلا أشكر. استعمال المعجون وشرب الأسنان الأولى ترى، وإن استعمل فارس جاهز، لكن احرص أن لا يدخل شيء من هذا إلى جوه. المبالغ في الاستنشاق مكروه، وبالغ في الاستنشاق أن تكون صارم. هل له أن يتبرد يبتسم؟ نعم لا أشكر، ينام لا أشكر، لكن ينام النهار ويقضي الليل في اللهو وفي المنكرات وفي كذا، هذا أمر محرم. نقض الليل أسهر الليل في أمور محرمة منكر. قطرة العين قلنا لا إشكال لا تفرط. استعمال الإبر المغذية لأنها تقوم مقام الطعام والشراب يفطر من استعمال الإبر المغذية، لكن إبر التداوي هذا لا إشكال فيها. السباحة لا إشكال. كل من أخطأ في رمضان لعذر فله أن يأكل ويشرب في نهار رمضان ولا يشرب. مثال الآن مرأة صامت بعد الظهر نزل عليها دم الحيض أخطأ شهد الأذر، فهل تمسك بقية النهار؟ لا، لأنها أخطأت بعذر طهرت بعد الظهر. هذا اليوم لا بد من قضاء، فهل تمسك؟ لا. جاء من السفر وهو في طريق السفر أفضل،
ثم وصل إلى البلد إلى بيته بعد الظهر يمسك؟ لا، لأنه أفطر بعذر. لكن من أفطر بغير عذر يمسك ولا يأكل أجر ولا يتبشر المطرة. مثال: احتجم ووصى أفطر يمسك به إلى النار. نعم، لأنه تعمد. طيب، إذا كان الإفطار لعذر فهذا يبقى الأشهر والأشهر، لغير عذر لا يمسك. أيضا ما يتعلق بالمريض، المريض ذكرنا المرض يؤثر على صحة وكذا، فهذا قد يكون صيام محرم. فماذا يصنع؟ ننظر. إذا قرر الأطباء أنه يبرأ بإذن الله فانتظر حتى يبرأ، فإذا برأ قرر الصيام. وإن قرر الأطباء أن هذا مرض مزمن أيضا كبير السن يلحق بهذا، لأنه كبير السن مرض يلحق بالمريض مرض لا يجبر. فهذا ماذا يصنع؟ إما أن يطعم في نهاية كل يوم مسكين، أو ينتظر في آخر الشهر يجمع بحسب الشهر 29 مسكين، 30 مسكين، ثم يطعمهم أو يطعم الفقراء ويطعمهم في أماكنهم بشرط أن يكونوا على عدد الأيام. هذا الذي ما أسمع. الله سبحانه وتعالى يعني أنعم علينا بنعم لا تعد، منها أن تبرأ المرضى صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغ عبد الله المرضى فليراني يعني أثر هذه النعمة بأن تشفى. إذا لا بد أن نجعل نريد أن يكون هذا الرمضان غير الرمضانات التي مرت، تستقبل بالجد والشهادة، تتعاون مع إخوانك، تتعاون على الصلاة، على القيام، على طاعة الله، على قراءة القرآن، تصحيح التلاوة. طلبنا من الشيخ الإمام أن يكون يعني لكم في المسجد هنا حلقة تصحيح التلاوة ودروس علمية بعد كل صلاة، لو كلمة واحدة، لو حديث واحد بعد كل صلاة، لا يشبه حديث واحد بعد كل صلاة تجتمعوا في وقت تصحوا في التلاوة. الآن أنتم تشعروا بقيمة المسجد. نعم، لأن المسجد هنا يعني تشعر بقيمة المسجد، لأن إذا خرجت من المسجد ترى ما ترى وما ترى، فعندما تسقط ورجل قلبه معلق مساوي فرض الله سبحانه وتعالى تجعلها عامرة بذكر الله. المكان الذي اتبع فيه عالم أكرمك الله ضع نار الدنيا، لا تتكلم عن السيارات وعن العقارات، تتكلم عن مرسي وكذا، لا رجل من السياسة أو في السياسة أنا أقوم على هذا الكلام صح. وأن المساجد لمن؟ فلا تدعو مع الله أحد، لا تتكلم عن الدنيا عن السياسة عن سفر ورجع، تكلم عن ماذا نقرأ، ماذا ندرس، ماذا أخذنا اليوم، نريد نذاكر القرآن. إخوان هذا المساجد لو يدخل كافر الآن إلى المسجد ويروح من في المسجد استقامة طاعة وذكر لله، يقول هؤلاء جدين صح؟ أما أسمع كلام عن مرسي وكلام عن كلام طيب صح؟ من غير إذا خرج من المسجد كافر داخل المسجد ما نقول. والذي يفتح الجواب العفير مع العاب وكذا مسح على غير النغمات وابحث عن الرسائل في حينها. نعم سلام وقبول. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، فاجعلوا يعني هذا المسجد عامل بريد. يوصي بعضنا البعض، غير المجلس، اجعل المجلس
يعني عامل بذكر الله تأتي إلى الدماء وتقول أريد أن أقرأ عليك الفات تصح عليك التلاوة، أريد أن نجتمع ونقرأ تفسير سورة مريم، نريد أن نصنع كذا، نريد أن نتعاون في القصة، نتعاون في كذا، في توزيع القرآن، ننظف المسجد. كل واحد منا مسؤول بهذا المسجد، صح؟ هنا المسجد ليس حاكم على الجمعية وعلى الإمام، وأن المساجد إلا فلا تدعو مع الله أحد. لابد أن نتعاون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله اليوم الآخر. عمارة المساجد عمارة إما حسية أو معنوية، عمارة حسية بالبناء والتشييد والنظافة والرصد، عمارة معنوية أن تجعل المسجد لله، ذكر، قراءة القرآن، صلاة، تهجد، تراويح، دروس، غير هذا. هذا المهم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه سعة الخراب، خراب المساجد، خراب حسه ومعنى، رغم الأوساخ والأكل والشرب، يعني مع المساجد لم تبنى أكل والشرب، أكل والشرب عامل ما يشتغل. أما نجعل المسجد مكان الأكل والشرب كأنه كافيتيريا صحيح أو مقهى، ما يمكن، تقول الله صحيح، أو نجعل المسجد مكان للرقص والطرب، موسيقى تسمع في المساجد، نعم، أو ما يسمع البعض يعني من الرقص والكمال، هو هذا مسح إخواننا في المختار. لا بأس للنوم في المسجد، لكن ينام في المسجد، تقام الصلاة وهو نام، في الدرس نام، نعم، هذا معناه اتخذ المسجد، فضل، على الصبح كان ينام في المسجد ويأكل، لكن كان منهم أبو هريرة طبعا، أبو هريرة من أكثر الصحابة رضى عليهم، حب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يفرط في طلب العلم وفي الحب وفي غيره. نحن الآن إخوانا قد يطلع علينا بعض الناس يرى مثلا اجتماع المتفرقين، يقول هذا متفرقين في الظاهر ولا متفرقين في الباطن، يرى أقول أشرب أقول هذا ما في مهل العباد، لأنه ما ترى يعني ممكن ما ترى بالكلام السكر وناس يلعبون ويأكلون ويشربون، نعم غيروا كذا، لكن في أشياء نزع عن المسلم أنه ما يأتي بها ولا تكون في مساجد بيوت الله سبحانه وتعالى. إخوان الله في المساجد، المساجد هذه بيوت الله، ونحن بحاجة إلى عمارة المساجد خاصة بهذه الأمارة. أنت تشعر والله أنه كأن شيء يعني فقد منك عندما تخرج، وعندما ترجع تشعر بكلمة المسجد. ولو أسأل الكل هل كان هذا الشعور في بلاد الإسلام تجد، أقول لا أكثر ما أجده في هذه البلاد. الأولاد الآن لا رب الأولاد على محبة المساجد، نعم هذا كان عليه السبب، لكن الولد عندما يأتي المسجد لابد أن ينظر. ضرب الصغار ما يصح يضرب الصغير إلا من الولد ولي الصغير، ويكون الضرب يقصد به التعليم، الغالب اليوم الضرب أن يقصد به الانتقام لنفسه، وأن يقع من الصغير مقصود الضرب عنه. كأن تعلم أن بعض الصغار يصنع أشياء هذا أنت قد تصنعها ولكن تصنعها وكذا، وأن يكون الضرب لمن يعرف الضرب، عندنا صغير ابن سلمة هذا الكذب هو يضحك لما يعرف الضرب أصلا، فبهذه الطريقة ممكن، وأن يكون الضرب بمقدار ضرب غير مبرح ما يضرب على الوجه، نعم ولا ذلك الصوت مثلا، نعم العبد يقرع بالعصر والحر تكفيه الشر،
إذا سبق الصغير إلى الصف الأول هل لا ترجع إلى الصف الأول؟ لا، على العكس، إذا سبق إلى شيء فهو حقا يؤثر الصبيان المساجد عن الصلاة ليسمعوا كلام الله ليتعودوا عن الصيام. لكن قلنا إذا كان هذا الصغير يضبط الحمد لله، إذا كان لا يضبط قد يفسد على الناس أو يصيح أو يسمع، لا، هذا نرجع به إلى ولي، ما تعلق به التبرع. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لاجتماع الأمة أو افتراق الأمة، ما يمكن. ولا تكون من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من هذه الفريقين. إذا لابد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه الله عليه. قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كل من نار إلا واحد. قال من يا رسول الله؟ قال الجماعة الاجتماع. وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه. قال ومن شد شد في النار عليكم بالجماعة. حديث كثيرة. إذا لابد أن نجتمع، إذا تنازعنا في شيء ماذا نصنع؟ حكم الشريعة فردوها إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. شرط الإيمان بالله واليوم الآخر أو يعد التنازع عن الكتاب والسنة. ثم يا أخوانا لابد أن يكون عندنا أدب في المناظرة، أدب في المناقشة، أدب في النصح. تعبدنا للنصح كما انذرار وجنبنا النصيحة بالجمع، فإن النصح بين الناس نوع من التوظيف إلى هذا الاجتماع. فإن خالفت وعصيت أمري فلا تزع إذ لم تعط طاعة. ليس حياتي وأمام لا يقول كذا، تعال وانصح، اكتب رسالة على الجوال عبر كذا، وقل يا أخي ترى بدر منك كذا، وأنت تصنع هذا المسجد وهذا ما يليق، وهذا الدليل من الكتاب ومن السنة ومن أعمال السلف. وذكرنا لكم أن الشيطان ما يأتي في الكنائس والبيع، لا يأتيه لا يأتيه. سئل أحد الصحابة الضرعي ما بال الشيطان لا يأتي لهؤلاء الوساوس؟ قال ما بال اليهود والنصارى لا تأتي وساوس في عبادات؟ ما يأتي أبدا، اسأل من جد، ما يأتي وساوس أبدا، ما يوسوس الشيطان لهم. قال ما بال اليهود والنصارى لا تأتي وساوس في عبادات وتأتي وساوس ويأتي في المسجد ولماذا الإمام صنع ولماذا فلان صنع ولماذا هذا يصنع كذا وهذا ما يحبني لأنني من بلد كذا وهذا استقلني وهذا كذا لماذا؟ قال ما بال اليهود والنصارى لا تأتي مساجد في عبادة الشيطان يأتي في المسجد ثم يأتي في أنت تعرف ما تقول لماذا؟ قال ما يسمع الشيطان بالقلب الخلق وما يسمع الشيطان بالقلب أعماله خراب إيش أسمع فيها؟ هي خراب إيش أسمع فيها؟ خراب يهدمها منكم لكن أعمالك لأنها عاملة مقبولة تريد أن تهدمها عليك وسوف وسوس لك وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين والإشكال كل الإشكال في من؟ في شيطان الإنس هذا خطير لأن تستعين بالله من شيطان الجن يفر لكن في عند شيطان إنس مهما تستعين ماذا يأتيك في الدف يأتيك في تصلي وقال اسمع نريد نمشي له نعم وصف له فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين شرط الإيمان إخلاص الخوف لله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله
يعني خوفه من الناس من الخوف من عذاب الله. معلوم ان العبد المسلم يخاف من الله بفعل الامر اجتناب النواهي، لكن هذا قد الخوف من الناس على خوفه من الله. إذا دخل وقت الصلاة أو قبل أن يدخل وقت الصلاة تتطهر في بيتك لا في المسجد، لأنك عندما تتطهر في بيتك كل خطوة تخطوها للمسجد فكبيرة أجر. كذلك تؤجر على الذهاب وتؤجر على العودة، تتطهر في بيتك تأتي وعليك السكينة والوقار، سكينة ووقار، يعني لا تأتي إلى المسجد ولا تجري أو ترفع الصوت بالجوال تتكلم أو تلتفت يمين ويسار. تأتي عندما تصل إلى باب المسجد تقدم الرجل اليمنى، تقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تضع نعليك أكرمك الله ضع مع النعلين الدنيا، تذكر أنك وضعت الدنيا هنا، لا حديث عن دنيا ولا تجارة ولا بيع ولا شراء ولا شطارة ولا ما أحدث الجوالات ولا شيء منها. تدخل إن وجدت الإمام شرع في الصلاة تدخل معه على أي هيئة تجد الإمام فيها تدخل معه، راكع ساجد جالس قائم تدخل معه حتى وإن كان بالتشهد الأخير. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دخلت للمسجد وكانت الصلاة لم تقطع ماذا تصنع؟ تلتفت يمين ويسار، يعني أين الإمام؟ أقرأ وكانت المؤذن أقم الصلاة؟ لا، ماذا تصنع؟ صلى وكبر حتى وإن كانت الإقامة بقي عليها ربع دقيقة، لأنك إذا صليت يحسب لك أجر الصلاة وقيمة الصلاة، وأنت في الثانية تكملها بسرعة، في الأولى تقطعها بلا تسليم، كتب لك أجر الصلاة نعمة من الله، وأنت تضمن أنك تعيش ثانية؟ لا، صلي. إذا صليت يذهب عنك هذا الوسواس الشيطان والأخذ بسرعة وتقام الصلاة، وجدت الإمام على هيئة تدخل معه على هذا. إذا دخلت مع الإمام تأتم بالإمام ولا تسابق الإمام وتصلي بصلاة، أدركت الصلاة كاملة تسلم مع الإمام، فاتك شيء تقوم بعد تسليم الإمام وتقضي. إذا سلمت وانتهيت من صلاة الفريضة تأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الولد هذا ولدك اليوم، هذه أذكار القرآن الصلوات لأنها لها وقت أعلى من قراءة القرآن هنا في هذا الموضع، مفهوم أخي؟ لأن هذا الولد له مكان هنا أعلى من قراءة. لو قال لنا الشيخ أنا أريد أذكار الصلوات المفروض أقرأ القرآن، أقول لا، هنا الذكر أعلى من قراءة القرآن، مع أنه قراءة القرآن أعلى شيء، أعلى ذكر، يحافظ على هذا الدين. الحجاج دخل مسجد المدينة وفي المسجد سعيد بن سعيد، كان سعيد رحمه الله لا يقطع الولد الذي بعد الصلاة مهما حصل. دخل الحجاج وصلى بجانب سعيد، وكان الحجاج يلعب في الصلاة، يلعب يكثر من الالتفات. فعندما انتهى سلم الإمام، سلم الحجاج وسلم سعيد، فأمسك سعيد بيد الحجاج ولم أكلمه كلمة حتى انتهى من ولده، وقال له يا نس يا سارق تسلق في صلاتك؟ والله
لو تعود بمثل هذا الفعل لأضرب من عليها دين وترى حجاج لم يتولى بعد حسب ما حصل من خلاف الحجاج وكذا دخل المسجد الحجاج فقال الناس اليوم يأخذ الحجاج بحقه وبثلاثة دخل المسجد فرأى سعيد في المسجد فقال أنت صاحب الكلمات هذا الوقت عليها تلك أنت صاحب الكلمات قال نعم وضرب على صدري أنا قال لله دبر من المعلم والله لم أصلي صلاة بعد تلك الصلاة إلا ما تذكرت ما قلت لي أحسنت يعني كثرة الانتفاض الانتفاض اليسير في الصلاة مكروه الانتفاض كثير محرم وقد تكون الصلاة باطل يحافظ على السنن الرواتب السنن الرواتب ركعتين فجر وأربع ركعات قبل الظهر أو ركعتين وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء اثنى عشر ركعة أو عشر إذا جعلنا قبل الظهر ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع في ركعتين الفجر ما لا يصنع في بقية الرواتب ركعتين الفجر لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سنة ركعتين الفجر لها فضل دون بقية السنة الرواتب خير من الدنيا ما فيها خير من لو قال لك نعطيك أموال الدنيا كلها هذه ركعتين أفضل منها لا تتركها أبدا تقضى ما تترك لا في حضر ولا في سفر تخفف دون إخلال الصلاة تقرأ فيها بعد الفاتحة في الأولى قل يا كافرون في الثانية بعد الفاتحة قل الله أحد نعم كذلك الوتر لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أقل الوتر ثلاث ركعات على أقل الكمال وأقل دون الكمال ركعة لا تترك أبدا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر لا في حضر ولا في سفر تحافظ على السنة الرواتب تقرأ القرآن انتظار الصلاة بعد الصلاة فإنه رباط ما هو في سبيل الله أنت في المسجد تستقبل لك الملائكة وما تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة سبحان الله هذا الآن جالس ينتظر العشاء كأنه قائم الصلاة ما انتظر الصلاة إخوان هذا الذي يعني نرى من بعض لنا الله هنا هل يخالف كتاب السنة حتى البعض يعني ما يأتي البعض بعد المسجد ولا ما أتي المسجد شيطان هذا الله قال هذا لو ما تأتي المسجد إيش معنى أنك تعتزل أهل السنة والجماعة ولا تصلي تتخلف عن الجماعة الذي يتخلف عن الجماعة وهو ذكر عاقل بالغ كما يعدوه زمن الصحابه ماذا؟ منافق ظهر النفاق كان ياتوا بالرجل يهادى به بين الرجلين يعني ما يستطيع المشي مريض معلوم لا يتكلم عنها الا منافق ظهر النفاق ولو ان تفقد الاخوان دائما اي الامام يتفقد المؤذن يتفقد عندنا غير أولا القديم أيام الشيخ محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الوهاب كان الناس يحضرون في الصلاة مثل ما تحضر في العمل الإمام مثل يحضر الذي يتغير عن الصلاة وتعصى الفجر يأخذ الإمام مؤذن بعد الصلاة إلى البيت يدق الباب ويخرجوه يأخذ إيه والله ما يتأخر عنها أحيانا حتى الذي يتأخر عن الصلاة يضرب لكن لا تسأل عن ما كانوا عليه من خير ونعم ورخاء والله حتى
لتابعتك والله كانت تلك الأيام والله قبل أن نخرج لصلاة الاستسقاء نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرد خالد بل يقول والله في يوم من الأيام قدنا الخروج وجدنا رجل في الطريق فلنخرج معنا قال العين قال صلاة الاستسقاء قال ارجع بسرعة أخشى يعني ما تدرك الرجوع أنا انتهيت أدعوت الله الله أنا أرد صحيح يقول والله كان خير وكذا إخوانا الصلاة عماد الدين عماد الدين أعلى يقوم عليه البنيان الصلاة من التوكل فاتبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا ونضيع في الصلاة مع كل شيء ضاع انهدم البنيان فما يمكن تتخلف عن صلاة الجماعة إذا ناوي أن تبقى بعض من بعض لماذا أخذ الثالث إلى الجماعة؟ لماذا تسهر؟ لماذا لا تتغيب عن العمل؟ والله تسأل بعض الناس أنا أعرف رجل عندنا له في الوظيفة 27 عام في ملف الوظيفة لا يوجد لا ولا ساعة ولا دقيقة تأخير ما وجد في ملف 27 سنة صح؟ نعم كثير هذا مطلب كثير والله كثير نعم لكن الصلاة تأخر عنه كذا هذا كثير صلاة أخرى فماذا تصنع؟ كلام مبكر تستعين بالله أن هذا المحاضرة الصلاة هذا ليس لك في قلتها هذا من الله وما بكم من نعمة فمن الله تدعو رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء طيب هذا ابراهيم قال ما عند ذرية قلنا هذا الدعاء في محاضرة الصلاة أن الله يرزقه ذرية صالحة وزوجة صالحة وكل شيء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا حول ولا قوة إلا بالله صحب الصالح قل يا أخي جزاك الله خير قدر صلاة الفجر ونتعاون على من كل يوم تمر عليه هذا جاري هذا كل يوم يتعاون على الصلاة كان الصحابة رضي الله عنهم إخوانا يتعاون تنام مبكر تزور القبور بمعنى زيارة شرعية لأن الموضوع تذكر الآخر الأولاد تعلمه أصلا الأولاد الآن توقفهم للدراسة ولا يمكن تغيير أحد أبدا صح ولا تأخر أما الصلاة فأمرها سهل إلا من رحم الله إخواننا أركان الإسلام أهم ما نقول ذكرنا الإسلام لما تقدم ثم الصلاة الركن الثالث ثم ما يتعلق بالزكاة والحج ذكرنا شيء من الزكاة الزكاة والصيام واسأل الله سبحانه وتعالى بلغني وإياكم الحج فأخوان يعني والله أنتم في خطأ والله كنت تعلم هذا أكثر مني وأولادكم في خطر أكثر منه فما لغز نتبه إلى الله نتعاون نفتح الله سبحانه وتعالى علينا ونتغير الأمور إلى أحسن لا بد أن نتعاون أما كل واحد يعمل على حدة ومتفرق لا بد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميعنا لما يحب ورضا يبلغنا وإياكم رمضان اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وارضنا بفضلك عن من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم وأستودعكم الله الذي تضيع